بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من جمهور الثالثه. بيراميدز في نهائي البطوله الكونفدراليه بعد ما تمكن من هزيمه حريه كوناكري الغيني بهدفين دون مقابل بتوقيع ابراهيم حسن والمتالق صاحب الاداء والمستوى الرفيع اللعيب الكبير قوي عبد الله السعيد. هدفين تم تسجيلهم في توقيتات سريعه جدا جدا، دي 74 والدقيقه 75، يعني خلال دقيقه كان الهدفين مسجلين. حريه كوناكري فريق قليل الحيله جدا، قليل الحيله جدا قدام بيراميدز. بيراميدز بالمناسبه كان قدامه او كان عنده ركله جزاء صفر عليها تسيمه وبعدين راح للفار وقرر الغائها، ومن بعده تمكن بيراميدز من تسجيل هدفين. النهائي بمشيئة الرحمن ساجمع بين بيراميدز المصري ونهضة بركان المغربي يوم 25 أكتوبر. واحد من اللقاءات المنتظرة ومن اللقاءات الصعبة، ولكن عندنا ثقة كبيرة جدا جدا في أداء بيراميدز. النهاردة الفريق كان كامل العدد واستطاع إنجاز التعبير يفوز بأقل مجهود ممكن، لأنه في فوارق كبيرة جدا جدا في الإمكانيات. أضف إلى ذلك كمان انه فريق حريه كوناكري كان عنده ازمه ليها علاقه باصابه مجموعه كبيره من اللاعبين بفيروس كورونا، وبالتالي كانوا بالظبط 11 واحد في الملعب وثلاثه موجودين على الدكه، الثلاثه منهم اثنين حراس مرمى. وهذا اللقاء بتفاصيله كده تقدر تقول عليه لقاء متوسط بالنسبه لبيراميدز، ولكن المكسب فيه مهم. هي ظروف مباراه وانت عرفت تتعامل معاها، دي اللحظات اللي قبل الهدف بالمناسبة، الهدف الاولاني اللي سجله ابراهيم حسن من جملة كانت مميزة، والهدف الثاني النجم عبد الله سعيد. ده الهدف الاولاني قدام حضراتكم اهو بتفاصيله كده، بترتطم في حارس المرمى وتغير اتجاهها وتدخل المرمى، كانت في الدقيقة 74 73 وكسور 74. وعبد الله السعيد المجهود الفردي، بص عبد الله السعيد وجمال عبد الله السعيد، الراجل ده تقول فيه شعر وما تبطلش وما تزهقش، لانه نوعيه وخامه مختلفه. هاتها بقى من الشبكه زي ما كان الله يرحمه كابتن حماده امام دايما بيعلق في الماتشات، بص الكره فين، والله لو قعدت تتشعبط تقعد تعمل فيها تراي لحد بعد بكره ما يعرفش يحطها غير لعيب موهوب ولعيب عنده السمه ديت، سمه التسديد والتركيز والدقه. مكسب مهم جدا جدا لبيراميدز وصعود الى نهائي هذه البطوله ان شاء الله باذن الله. باذن الله يتمكن بيراميدز من الفوز بهذه البطوله اللي دخلت مصر عن طريق النادي الاهلي في 2014، النسخه اللي فاتت كانت عن طريق الزمالك، وبمشيئه الله بدون مقاطعه المره الثالثه والنسخه الثالثه ان شاء الله باذن الله تدخل عبر بوابه بيراميدز. الاهلي 2015 ماشي عبر بوابة بيراميدز بمشيئة الله، علشان يبقى كده حالة التألق المصرية مكتملة. ده ما يتعلق ببيراميدز. أما الحدث الأهم أنه في المغرب، وركز في اللي هقوله لك لأنه دي معلومة والمعلومة بمستند رسمي هيظهر لحضراتكم على الشاشة، السلطات الصحية ووزارة الصحة في المغرب تمنع الرجاء المغربي من الوصول إلى مصر أو من السفر إلى مصر بسبب جائحة كورونا. بيان رسمي، وزارة الصحة المغربية تمنع الرجاء من السفر إلى مصر لمواجهة الزمالك. الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكم ده قبل دقائق من دخولنا على الهواء مباشرة، الخطاب باللغة الفرنسية أو البيان باللغة الفرنسية ترجمناه. مندوبية الصحة المغربية وجهت لجهة الدار البيضاء مراسلة، ده الكلام اللي قدام حضراتكم هتشوفوا اللي قدام حضراتكم على الشاشة. وجهت لجهة الإدارة لجهة الدار البيضاء مراسلة لإدارة الرجاء البيضاوي تطالب من خلالها بضرورة حضور الفريق الأخضر في حجر صحي لمدة أسبوع. يعني الفكرة مش اللعيبة المصابة فقط لا غير، مش التمانية اللي كان الرجاء بيتكلم عليهم، لأ انت بتتكلم على الفريق بالكامل. البيان اللي تم إصداره من وزارة الصحة المغربية قال لك انه فريق الرجاء في الوقت الحالي أصبح بؤرة لتفشي وباء فيروس كورونا بعد ظهور 9 حالات إيجابية مصابة بالفيروس، وهو ما يتطلب دخول الفريق بالكامل في العزل الصحي
بما فيهم اللاعبين أصحاب العينات السلبية. يفترض القانون أو بيفرض القانون المغربي أو البروتوكول المغربي على الجميع الدخول في حجر صحي لمدة أسبوع وعدم مغادرة البلاد على أن يتم توقيع مسحة جديدة للفريق يوم 27 أكتوبر الجاري لتحديد الموقف الجديد. وبالتالي أنت كده بتتكلم على مباراة الزمالك والرجاء إن هي في مهب الريح. البيان ده لسه زي ما بقول لحضراتكم أو هذا الخطاب كان قبل لحظات أو قبل دقائق قليلة جدا جدا من ظهورنا على البرنامج من ظهورنا في البرنامج. وقبلها كان هناك رد من الزمالك إذا كان هناك حالات من الإصابة فكان هناك ترحيب على لسان رئيس نادي الزمالك ترحيب بتأجيل هذا اللقاء. طيب هيبقى في علامات استفهام كتيرة جدا جدا. إيه اللي هيحصل؟ هل السلطات المغربية بهذا القرار بتملك فعلا إمكانية منع فريق الرجاء من السفر إلى مصر؟ ولا هذا الخطاب هو خطاب تشاوري فقط أو بمعنى أصح يعني خطاب بيوصي ويمنح ويعطي نصائح فقط لغير؟ هل الكاف على علم أو على دراية بهذا المستجد؟ دي أمور كتيرة جدا جدا تستحق الأسئلة. إنما خلينا برضو نفهم أكتر من خلال هذه المداخلة مع سفيرنا في المغرب السيد أشرف إبراهيم. برحب بحضرتك يا فندم، أهلا وسهلا بيك ومساء الفل. أهلا بيك، أهلا وسهلا كابتن، زي الصحة؟ والله كله تمام الحمد لله، فضل ونعمة من الله. أنا عارف أن حضرتك دلوقتي حالا كنت بتتابع لقاء البيراميدز، فخليني بس أخد انطباع حضرتك عن هذا اللقاء لأنه ده الفريق المصري الثالث اللي بيشرفنا في هذه البطولة، ومن ثم هسأل حضرتك في جانب تاني ما هو انطباع حضرتك على هذا المكسب، ثالث فريق مصري يتألق في المغرب. طبعا بداية أنا أحب أهم الفريق زي مثل على الفوز النهارده. طبعا مباراه صعبة، يعني يمكن ان كلام تتاخر في التهديف، لكن الحمد لله يعني الامين. طبعا هي ثلاث مباريات سيمي فاينلز جاءت من ماتش واحد، طبعا ضغطها كبير على الفريق يعني اللعيبه وعلى الجهاز. طبعا الحمد لله يعني المباراه عدت بخير والفاينل جاءت المستوى معقول، وان شاء الله يعني نتمنى طبعا في التعادل النهائي يوم الثلاثاء ان شاء الله يوم الاحد الجاي يمكن يعني بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله بإذن الله. طيب يا فندم، قدامي دلوقتي قبل دقائق من ما نطلع على الهواء مباشرة خطاب كان تم إرساله من وزارة الصحة المغربية إلى الدار البيضاء بتطلب فيه عدم سفر فريق الرجاء المغربي. هل وصل أو نما إلى علم حضرتك هذه المعلومة وبالتالي تداعياتها؟ نفهم من حضرتك بشكل رسمي ما هو المصير في هذا الشأن؟ أنا ما عنديش فكرة طبعا، لأن زي ما أنت بتقول إحنا كنا في المباراة بقالنا أكثر من ساعتين أو ثلاث ساعات، يمكن لسه القضاء ما لحقتش توصل، أنا خرجت من الاستاد يعني فإن شاء الله لا لما استوضح الأمر ممكن أقدر أقول لكم إيه الوضع يعني. صحيح. أنا بس برضو علشان يبقى الصورة كاملة قدام معاليك يا فندم فيما يتعلق بهذا الشأن، إن وزارة الصحة قالت إنه التعامل هنا مع فريق الرجاء مش مع الحالات بس الإيجابية، مع الحالات بالكامل تعتبرها إن هي بؤرة لتفشي المرض، وبالتالي قالت لا مش هينفع إن هم يسافروا. خلينا نتجاوز الجانب ده زي ما حضرتك قلت لحد ما تبقى المعلومة بالكامل. طبعا أنا عارف كويس قوي إن حضرتك كنت متواجد طوال هذه الفترة في الحقيقة مش سامع صوتي أصلا. طيب هعيد تاني على حضرتك. طيب كده حضرتك سامعني كويس يا فندم؟ كده سامع كويس، كده سامع كويس. طيب خلينا نتجاوز الجزئيه بتاعه وزاره الصحه المغربيه لحد ما يبقى الصوره كامله عند معاليك، وبعدين نفهم هيبقى المشهد عامل ازاي. اسال حضرتك عن عوده فريق بيراميدز ان شاء الله باذن الله، هتبقى امتى؟ هو بيراميدز طبعا المفروض ان ينتقل الى الرباط لان مباريات النهائي هتبقى في الرباط يوم الحد الجاي، ف يعني لسه بيراميدز ما حدش بالظبط هينتقل للرباط يا غدا يا بعد غد ان شاء الله. هو من الرباط ان شاء الله باذن الله. طبعا بنرتب الفندق. ان شاء الله النهائي في الرباط باذن الله وفندق ان شاء الله باذن الله. طيب احنا برضو بنتكلم على نفس الظروف انه مفيش جماهير، مفيش اي حاجه ليها علاقه بتواجد الجماهير، ولا يتم التعامل مع النهائي يعني بامر غير المباريات العاديه، صح كده؟
الصوت يقطع برضه معلش. المباراه النهائيه ايضا يا فندم بدون جمهور. نفس الشروط بالظبط يعني بدون جمهور، والعدد طبعا البعثة والجدارين بتاعتها نفس الشروط 50 يعني هي نفس الشروط بالظبط، بنطبق نفس الاجراءات الاحترازيه. ويعني هي طبعا يعني زي ما انت شايف يمكن ده كان احسن حل للمباريات الفن بدون جماهير. صحيح. يا فندم بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ومره تانية وثالثه بنبقى سعداء بتواجد حضرتك معانا معالي سفيرنا المصري في المغرب سيد اشرف ابراهيم. بشكرك يا فندم شكرا جزيلا. هنحاول ان احنا برضو نوصل مع حضراتكم لانه زي ما بقول لكم في اكتر من تساؤل، هل الكاف على درايه بهذا الخطاب؟ هل الجانب المغربي الشان المغربي تواصل والمسؤولين تواصلوا او الاتحاد الكرة أو النادي نفسه الرجاء تواصلوا مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وأخطروهم أنه هذا الأمر يخص وزارة الصحة وهي اللي قالت أنهم ما يجوش؟ طب تعامل الكاف هيبقى عامل إزاي؟ الكاف إحنا شفناه في مشهدين، مشهد له علاقة بحرية كوناكري قالك هتلعب بالمجموعة اللي موجودة والموضوع منتهي، مشهد قبليها شفناه في مباراة حسنية أغادير ونهضة بركان وكان حسنية أغادير طلب أنه هو المباراة ديت تؤجل بسبب إصابة مجموعة من أعضاء الفريق بالكامل، أعتقد كانوا 5 أو أكتر أو يزيدوا أو يقلوا حاجة شبه كده، لكنهم في النهاية الاتحاد الإفريقي قال لك لأ أنت بتتكلم على مجموعة مكونة من 11 و3 ما لهمش دعوة بقى. أنا يمكن علقت على الموضوع ده بكل صدق وبكل أمانة، فكرة النظر إلى الكم وليس إلى الكيف وإلى الوظائف الفنية ومين يؤدي الدور ده صعب جدا جدا، لكنه الاتحاد الافريقي لما هتتكلم معاه يقول لك حط نفسك مكاني، عندي زحمه ماتشات وعنده زحمه مسابقات والكورونا عطلتنا قد كده، فانا لازم اتعامل بهذا الشأن. الوضعيه اللي بتتحط فيها الفرق وضعيه صعبه، النهارده شايفين زي ما كنت بقول لكم حريه كوناكري قدام بيراميدز فريق قليل الحيله لانه ما عندوش غير اللي موجودين في الملعب، نفس القصه برده كانت حسنيه اغادير في تعاملها مع هذا اللقاء كان الموضوع صعب. هل هيتعاملوا بنفس المسطره ديت مع مباراه الرجاء ولا مش هيتعاملوا بنفس المسطره وهيبقى في طريقه تانية؟ طيب هل الترحيب اللي جه من الزمالك بتاجيل اللقاء ده ترحيب رسمي؟ ده يعني تصريح رسمي لسيد رئيس النادي قال لك انا مرحب بتاجيل اللقاء. طيب بخلاف هذه التصريحات زمايلي دلوقتي بيقولوا لي انه قولوا يا شباب انه الموقع الرسمي لنادي الزمالك نزل قال لك الزمالك يدخل معسكرا مغلقا الخميس المقبل استعدادا للرجاء، ده الموقع الرسمي. طيب احنا قدام حاجتين، تصريح من سيد رئيس النادي قال لك احنا بنرحب بتاجيل اللقاء، وقدام شق رسمي اهو الموقع الرسمي الزمالك يدخل معسكرا مغلقا الخميس المقبل استعدادا للرجاء. يا ترى التعامل هيكون ازاي؟ زي ما بقول لحضراتكم هيبقى المرحله ديت فيها عايز تفض فيها الدنيا والاشتباك وتفهم الموقف الرسمي من الزمالك، هل هنعتبر ان هو ده الموقف الرسمي اللي قدامنا دلوقتي على الشاشه ولا هنعتبر بالتصريح اللي قاله استاذ رئيس نادي الزمالك منذ دقائق قبل ما ندخل على الهواء تصريحات متلفزه قال فيها انه بيرحب بده؟ الحقيقه انا ما اعرفش، لكن اللي بملكه ان انا بتعامل مع التصريحات والامور الرسميه اللي خارجه من المسؤولين او اللي من المواقع او من المواقع الرسميه طبعا بعرضها لحضراتكم لحد ما نصل في النهايه لصوره كامله. ده الموقف لحد اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها في المغرب، وبرضه تباعا هنقول لحضراتكم اي تداعيات جديده او متابعات لهذا الشأن. طيب ده برضو خبر مهم يا ريت تنزلها لنا على الشاشه. زمايلنا في الاعداد تواصلوا مع السيد سعيد وهبي المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء المغربي واللي قال فيها انه الرجاء ملتزم بالخطاب اللي ارسلته وزاره الصحه المغربيه بعدم السفر الى مصر لخوض هذا اللقاء، وبالتالي مش هيسافروا علشان مباراة العودة أمام الزمالك. ده كلام أهو بحطه قدام حضراتكم زي ما بقول لكم احنا هنعمل لكم متابعة. سيد سعيد دوابي المتحدث الرسمي باسم الرجاء المغربي لجمهور الثالثة قالك نلتزم بقرار وزارة الصحة وهيبقى فيه بكرة
مسحة أخرى للفريق بالكامل. يبقى أنت ما بتتكلمش على المجموعة المصابة بس، أنت بتتكلم على الفريق بالكامل، والناس بتقولك أنه دي بؤرة، بالتالي ما ينفعش أن هم يكونوا موجودين. هنقعد بقى في الفترة ديت كده، هنقعد نتكلم بقى كتير جدا جدا لحد ما الدنيا ما تتضح أكتر. أعتقد أن الأمر هيستدعي تدخل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. خلينا احنا نتكلم أنه الموقف جاي من المغرب، والموقف جاي من فريق الرجاء اللي ملتزم بالكلام اللي قاله أو قالته وزارة الصحة المغربية، وخلينا احنا نشوف رد الفعل هيبقى عامل ازاي من الاتحاد الافريقي لكرة القدم، هيتعامل مع المشهد ازاي، لان اعتقد ان الكرة دلوقتي ما هياش خالص في ملعب نادي الزمالك. الكرة مش في ملعب نادي الزمالك. الزمالك فريق عنده مباراة بميعاد، وبالتالي قالك احنا موجودين في معسكر مغلق، فاحنا هنستعد للقاء. في تصريح لرئيس نادي الزمالك قال احنا بنرحب بتأجيل المباراة، بس اعتقد انه لو انا فاهم صح يعني انه هذا الترحيب مشروط بانه الكاف يكون موافق. هذا الترحيب مشروط بانه الكاف يكون هو اللي مبارك القصة ديت، يعني مش هيبقى بعكس رغبة الاتحاد الافريقي لكرة القدم، لانه قد يكون لديه ازمة في ايجاد مواعيد اخرى. فالكرة دلوقتي في ملعب مين؟ الكرة دلوقتي في ملعب الاتحاد الافريقي، برضو هتبان الدنيا هتبقى ماشية ازاي. يبقى قدام حضراتكم تصريح رسمي هو من الرجاء، اعتقد ده التصريح الرسمي الاول لفريق الرجاء فيما يتعلق بهذه الازمة تحديدا، وانه سيتم الالتزام بالخطاب اللي ارسلته وزارة الصحة، ولن يسافر فريق الرجاء، وبكرة هيكون في مسحة لتحديد برضو عدد المصابين في الفريق. هل المسحة دي قد يترتب عليها شيء؟ الله أعلم. بالمناسبة وفقا لموقع البطولة المغربي، قال لك هناك حالة من حالات الاندهاش داخل الرجاء من سلبية نتائج لاعبي الزمالك رغم المخالطة. الزمالك بفضل الله الحمد لله كان عامل مسحة، الحمد لله لاعبتنا كلها طلعت سليمة وكل العينات طلعت سلبية. موقع البطولة المغربي قال لك انه المسؤولين في الرجاء مستغربين، قال لك في لعيبة بدلت التيشيرتات مع بعضيها، اهو قدام حضراتكم على الشاشة، ده واحد من اللعيبة كمان اللي اتصابت على فكرة، وهو وبن شرقي وواخد التيشيرت بتاع بن شرقي. فبالنسبة لهم هم بيقول لك طب ازاي، ما هي دي مخالطة، وده كمان عبد الله جمعة مع احد اللاعبين في المغرب. فالناس بيقول لك اهو هم حتى جايبين الصوره، موقع البطوله المغربي، المسحه اللي خضع عليها الفريق اثبتت اصابه الرباعي محسن متولي، عبد الاله حفيظي، انس جبرون، وعمر العرجون. الثلاثي متولي والحفيظي والعرجون شاركوا بشكل اساسي، جبرون نزل كبديل قبل ما يتبادل قميصه مع لاعب الزمالك وصاحب هدف الفوز الوحيد بن شرقي اللي هو قدام حضراتكم على الشاشه. برضو هقول لحضراتكم هم بيتعاملوا ازاي. وفقا لوسائل الاعلام المغربيه، في 16 لعيب في قائمه الرجاء لمواجهه الزمالك، ده كان قبل ما وزاره الصحه ما تصدر خطابها انه في 16 لاعب جاهزين، اللي هم هقولهم لحضراتكم. في حراسه المرمى في ثلاثي اهو قدام حضراتكم على الشاشه، انيس الزنيتي، محمد بوعميره، أمير الحداوي، خط الدفاع بدر بنون، سند الورفلي، عبد الإله مذكور، فابرس نجاه، عبد الجليل كبيرة، وعمر بطيب. وسط الملعب زكريا الوردي، محمد مكعازي، فابرس نجومة. خط الهجوم في سفيان رحيمي، محمود بن حليب، زكريا الهبطي، وبن ملانجو. ده كده ما يتعلق بالمشهد بالكامل في المغرب، والرجاء ينتظر قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم. قولوا يا شباب بتقولوا لي ايه؟ طيب خلينا برضو نعرف الاستعدادات بتاعتنا ماشية ازاي في جزئية استاد القاهرة، لانه الأقرب بمشيئة الله، الأقرب بمشيئة الله أحد الفريقين المصريين، أو إن شاء الله نتمنى أنه الفريقين المصريين إن شاء الله بإذن الله طالما هم موجودين، اللي يحصل
تبقى يبقى النهائي على استاد القاهره، ودي دي الحالات اللي حددها الاتحاد الافريقي لكره القدم. طيب انا معايا على التليفون سياده اللواء علي درويش رئيس هيئه استاد القاهره، برحب بحضرتك يا فندم، اهلا وسهلا بيك. يا جماعه من فضلكم اقفلوا الاير بيس. طيب انا مش عارف اتكلم، لا اعمل ايه؟ طيب اتفضل يا سياده اللواء. اتفضل يا فندم. اخبار حضرتك يا فندم؟ تمام والله الحمد لله في نعمه يا رب دايما في افضل صحه وافضل حال. طيب خليني اسال حضرتك، خلاص اقترب الموضوع بشكل يعني كبير جدا جدا، والاتحاد الافريقي والفرق المصريه وفقا للنتائج بتاعت مباراه الذهاب اصبحوا قريبين جدا جدا من الوصول الى النهائي، وبالتالي الاعتماد على انه نهائي هذه البطوله يكون في استاد القاهره. اعرف بقى من حضرتك والوقت بيقرب، استعداداتنا ايه والدنيا ماشيه ازاي؟ الحمد لله احنا جاهزين، والمباراتين يوم الجمعه والسبت ان شاء الله باذن الله يتموا على خير، ويبقى النهائي بين الاهلي والزمالك باذن الله ان شاء الله، ونفرح بقى كلنا وكل عاشقي الكوره يفرحوا باذن الله ان يكون عرس نهائي افريقيا بين القطبين الاهلي والزمالك ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. التجهيزات بقى عامله ازاي من دلوقتي لحد موعد المباراه، مباراه العوده بالنسبه للاهلي، ولسه موضوع الزمالك ده احنا مش عارفين الدنيا تمشي فيه ازاي وفقا للمتغيرات، بس بتكلم على استقبال استاد القاهره لمباراه العوده ومن بعده هيكون النهائي ان شاء الله. ان شاء الله جاهزين يا فندم، وجاهزين من بكره جاهزين باذن الله. طيب ان شاء الله ان شاء الله. كان في ما بيني وما بين حضرتك مكالمه وكنا بنتناقش فيها كده في ظروف الماتشات اللي جايه، هل وصلكم خطاب من الكاف بالمحددات اللي ليها علاقه مين يدخل الاستاد، الميكسد زون هتتلغي ولا هتبقى موجوده، الامور اللي ليها علاقه بالساده الصحفيين، طب هيبقى العدد قد ايه، ولا لسه لم يصلكم اي خطاب من هذه الخطابات؟ لا هو ما وصلناش، بس اكيد وصل للنادي الاهلي، وان شاء الله من المفترض ان هيكون في اجتماع للتامين يحضروا الامن ويحضروا النادي الاهلي والهيئه، وان شاء الله هيعرف كل حاجه، لكن احنا جاهزين لاي اجراءات من شانها الصالح العام من ناحيه جائحه كورونا، يعني اللي هم هيقولوه احنا هننفذه. احنا بنطهر غرف خلق الملابس، وبيجي الاهلي بعد كده بيطهر جميع الغرف تاني قبل الموعد، وطبعا هيجي الاتحاد الافريقي هيكون هياخد اجراءاته، فكله في للصالح العام، واحنا مستعدين لاي تعليمات هننفذها لهم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله بس يعدي المباراه على خير، واللعيبه يقدموا افضل ما عندهم ان شاء الله، ويكون المنظر جميل كده زي ما كان في المغرب باذن الله. ان شاء الله باذن الله. احنا بنتكلم على الجمعه والسبت لقاءات العوده بالنسبه للفريقين المصريين، والامور تمشي فيهم بشكل كويس. هل في تعليمات معينه حضرتك حابب تقولها لاي من الضيوف اللي بيتواجدوا في الاستاد؟ هل في اي اهلاك حصل خلال الفتره اللي فاتت ده بالنسبه للمقاعد، بالنسبه للامور دي؟ انا عارف ان ما فيش ضغوط ليها علاقه بالجماهير، ولكن برضو المجموعه اللي بتبقى موجوده حابب توجه لهم رساله في امر من الامور اللي التعامل ما كانش احسن حاجه في اي وقت من الاوقات، ولا لا؟ لا احنا ان شاء الله زي ما قلت لحضرتك المكالمه اللي فاتت، ان اي تلافيات بتحصل، اي مشاكل بتحصل، احنا بنتدرجها على طول بعدها، بحيث ان يفضل المستوى كما هو عليه زي ما كان في بطوله افريقيا. صحيح. فاحنا ما عندناش اي حاجه خالص الحمد لله، وكل حاجه جاهزه للمباراه باذن الله، والاستاد زي ما حضراتكم شفتوه في جماله ورونقه في بطولة أفريقيا هو موجود زي ما هو. ان شاء الله باذن الله. يا سياده اللواء انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وسعداء دايما بمجهودكم في هذا الشان، وتمنياتنا ان شاء الله باذن الله لفرقنا بمباريات مميزه. بشكرك يا فندم شكرا جزيلا. شكرا. بشكرك يا فندم شكرا جزيلا. سياده اللواء علي درويش رئيس هيئه استاد القاهره، وبرضه ادينا بنطمن على كل الامور اللي ليها علاقه بالمباريات اللي جايه بالنسبه لفرقنا المصريه. طيب نروح للغزال، هو ده غزال يعني مش كابتن مصر، كابتن رضا عبد العال المدير الفني لنادي طنطا. يا كابتن رضا مساء الورد. حبيبي يا ايمن مساء الجمال. اخبار حضرتك يا كابتن؟ زي الفل الحمد لله. يا رب دايما في افضل صحه وافضل حال. يا رب والله. خلينا اسالك رؤيتك ايه لنادي طنطا؟ خلاص الموسم انتهى نقدر نقول.
هتتعامل ازاي بقى؟ هل انت حضرتك مكمل مع طنطا ولا لا؟ الامور بالنسبه لك خلاص كده تمام ونص المهمه مع نهايه الدوري انت مش حابب تكمل ولا هتكمل؟ اشرح لي ايه اللي بيدور في دماغك. طيب هو التعاقد كان على الموسم الجديد يا ابني. ماشي. ما كانش على ماتشات الممتاز ب الممتاز الف لان خلاص كانوا عارفين ان هم هبطوا. وان انا رايح عشان السنه الجديده مش كويس. السنه اللي هي اللي فاتت يعني. فاحنا ده كان الاتفاق مع الاستاذ فايز وان احنا هنشوف الرؤيه ايه وهنغربل الناس. والحمد لله ان في ناس مشيت ووفرت عليك اللي هم كانوا ماضيين سنه واللي هم الاعارات. بس انا انصح الانديه ان ما تتعاقدش مع الناس دي تاني. ناس مين؟ شايفين اهو اللي هم مشيوا اللي هم كانوا ماضيين سنه ومشوا. هتوقف سوق اللعيبه ولا ايه؟ لا يوقف. ليه؟ بص بص ما طلعوش رجاله يا ابراهيم. اوب 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 اوب. لا 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 ما طلعوا مش قد المسؤوليه، طلعوا مش قد المسؤوليه. مش رجاله. انت ماضي لاخر دقيقه في الدوري. ماشي. في لعيبه انا متحفظ على الكلمه بس كمل يعني. أنا في لعيبه هي كلمه رجاله عيب دي ولا ايه؟ طلعوا مش رجاله نمشيها، طلعوا مش قد المسؤوليه، هم يعني في حاجات كده. كمل. لا ماشي. انت بس انا بقول لك مش رجاله، ان الراجل اللي هو الملتزم زي محمود منصور زي محمد ناجي جده ودول جايين اعراض. ماشي. ما زيهم زيهم. واخد بالك؟ في لعيبه برضو زي احمد صافي ماضي ست شهور. واخد بالك؟ في محمد اشرف اللي هو حارس المرمى جاي برضه اعاره من نادي المقاولين العرب. هم دول رجاله ودول مش رجاله ولا انا عايز اعرف كابتن رضا عديها عدي الحته ديت. ماشي. مش قد المسؤوليه، هم ما احترموش تعاقدهم مثلا. لا براحتك انت بقى، انا انا من وجهه نظري كده وانت من وجهه نظرك بقى زي ما انت عايز. طيب كمل. ماشي كمل. هوقف سوقهم وهقول لك ان لو نادي اتعاقد مع الناس دي يبقى النادي بيضيع فلوسه في الوباء. لان انت شايفه هو بمجرد ما خلص وكده فاضل ماتشين قال لك ما فيهمش اهلي وزمالك سلام عليكم. ما فيهمش فلوس لان هم قعدوا يضغطوا عليا عشان اطلع لهم الشهر الاخير. أيوه. وانا ضغطت على الاستاذ فايز قال لي طب خليه بعد ما يمشوا، ما كده كده ده فاضل لهم شهر وهياخدوه. فانا قلت له لا قبل ماتش الجونه والكلام ده، خدوه بعد ماتش الجونه. وطبعا جه كان المقاولين عشان ان المقاولين بيتفرج على لعيبه منهم. فطبعا بعد خلص مباراه المقاولين ما فيهاش اهلي وزمالك بعد كده قال لك بقى خلاص اللي لم شنطته ومشي واللي ما بيجيش والمشكله كمان ان في اتنين لعيبه في لعيبه بالامانه يعني في لعيب اسمه محمود كابونجا انا اللي قلت له ما يكملش لانه مصاب. يعني لان لسه الاصابه بتاعته لان هو كمان هرب وقال لك ايه ما تحطنيش في المسحه. ايوه. وكان له وقع قبل كده قال لك قبل ماتش الاهلي قال لك انا عندي مشكله في البيت مش جاي يوم الخميس، وكان ماتش الاهلي يوم السبت. ده كابونجو. ده كابونجا. كابونجا. انما قنوش ده مشي لوحده ما تعرفش ليه، ما جاش ولا جاش. وطبعا الاعراض الثانيه مشيت مع اللي هم كانوا ماضيين سنه والسنه بتاعتهم خلصت. اقفل القصه دي بقى. يلا. انا بقول لك اهو والله العظيم اي نادي هيتعاقد مع اي لعيب من دولت. هم كام لعيب بقى اللي عملوا معاك البنطه ديت؟ هم كلهم اتفقوا حوالي 12 لعيب. يا نهار ابيض. طبعا. نص الفرقه خلعت؟ نص الفرقه. وعلى فكره احنا عملنا مباراه المصري احسن ماتش عملناه ككوره حتى هم كان في وجودهم، لان في لعيبه ظهرت احنا طبعا ما خدوش الفرصه زي محمد هشام وزي اسامه النضار وزي يعني في كام لعيب صغير كده ومحمد حسام اللي لعب. طب ال 12 اللي مشوا دول يا كابتن رضا فيهم كام واحد اعاره عقده كده، عقد الاعاره بتاعه انتهى فرجع؟ فيهم كام واحد؟ لا هو المفروض عقده الاعاره يخلص مع اخر ماتشين. مع اخر ماتشين. في الاثنين بتوع الزمالك. وفي مش فاكر مين تاني يعني. وفي حتى في لعيب منهم كمان ما اتحطش في السكور اسمه حامد حمدان، ما اتحطش في السكور خالص. ما دخلش معسكر، انا دخلته ولعبته وحتى في فلسطين اتصلوا بيا في كذا مره واقول لهم لعيب كويس والكلام ده، واتفاجئ ان هو جاله تليفون وكان كان بايت في النادي. ايوه. نزل الصبح يوم الثلاث لم هدومه ومشي. يا راجل ده انت ما حدش كان يعرفك، ده لولا ربنا وانا والله ما كانوا يعرفوك حتى في فلسطين. ده برضه من نوع النمرضه يعني، يعني من نوع اللي هو طب انت ماشي ليه؟ يعني هم مشوا ماشي. انت ماضي سنه وفاضل لك ماتشين، انت ماشي ليه؟
يعني مشيت ليه؟ تضامنا معاهم. انت كده الفرقه دي كلها، طب انت هتعمل ايه الماتشين اللي جاي؟ هتنزل تلعب انت ولا ايه يا حبيبي؟ ما انا لعبت من غيرهم الماتش بتاع المصري وعملنا احلى ماتش. بولاد صغيرين، والولاد اللي هم الرجاله اللي هم زي جده وزي محمود منصور وزي اسلام فؤاد ومحمد اشرف ومصطفى امين وحسام، كل الرجاله اللي هي كانت موجوده معايا. ماشي. واخد بالك؟ فخلاص دي قصه واتقفلت. بس انا بقول لك اهو، والله اي حد هيمضي في اي نادي اقسم بالله لا اطلع اهلل له. تهلل له؟ طبعا. يا اكل رئيس النادي يا اما اكل بقى المدرب. طيب ماشي. خلينا اسالك، ناوي تعمل ايه الموسم الجاي؟ موجود مع طنطا ولا لا؟ ان شاء الله موجود، وان شاء الله هنعمل حاجه كويسه، سواء في هبوط ما فيش هبوط، احنا مكملين باذن الله. وهبدا المهمه ان شاء الله بعد اخر مباراه ليا في انبي، ان انا نبدا بقى نشوف الدنيا سواء فوق ولا تحت، وهنبدا ننظم الامور بتاعتنا على كده فيه. طيب انت عارف حبايبنا في المغرب كتير ومتابعينك وزعلانين مني، وانا بحبوك. اسمعني بس لحد ما اخلص. فلقيتهم كلهم بعتين لي، عشان عارفين انا وانت حاجه واحده يعني. الناس بعتت لي، انا المخ وانت العضلات. ايوه الله ينور عليك. فبعتوا لي بيقول لي طب ينفع حبيبك كده يعني يقول يقطع فينا الكلام ده؟ فانا قلت لهم لا، هيبقى موجود معايا على الهوا، وانا عارف الكابتن رضا عبد العال عمره ما يبقى عايز يزعل حد. فكلمه بقى تقولها للناس في اهلنا في المغرب، لانه انت شديت شويه. لا ما شديتش والله. هو بص، انا طبعا بعتذر لهم لان هم فهموا الموضوع غلط. هم بيحبوا الوداد والرجاء، وانا بحب الاهلي والزمالك. انا لعبت هنا ولعبت هنا، واخد بالك؟ صحيح. فكل واحد بيتمنى، هم محروقين على هزيمه الوداد وهزيمه الرجاء، وانا مبسوط وفرحان ان طبعا الاهلي كسب والزمالك كسب، لان انا دايما بقول انا عايزها مصريه. صحيح. فكل واحد، ده مش عيب، دي منافسه، واخد بال حضرتك؟ هي بس ممكن هم زعلانين من حته ان انا بقول للوداد ما يجيش تاني. لا ما يجيش تاني، مش قصدي ان هو يعني تعبير مجازي، تقصد ان هم يعني ما كانوش كويسين في الماتش الاولاني خالص. انا ما حسيتش بيهم، وهم كمان المفروض يزعلوا منهم، يعني هم المفروض يزعلوا من اللعيبه والجهاز الفني ورئيس النادي. هل الوداد ده اللي احنا كان من ثلاث سنين جه كسب الاهلي هنا ولا تعادل مع الاهلي هنا وراح هناك كسب؟ مش هو يعني. صحيح. وبقول ان مفيش لعيب يخوف يعني، الا ما ممكن مثلا في لعيبه كويسه، بس الكورونا ما خدتها في الوباء. ما في لعيبه في الزمالك وفي الاهلي ما بيلعبوش، اصابات وايقافات وبعيده عن المستوى الفني، واخد بالك؟ فالنادي مش هيقفل. فده كان يعني مش بهرب والله العظيم. يعني انا بقول انا كنت فرحان طبعا ان الاهلي كسب، وفرحان ان الزمالك كسب، فالموضوع عادي يعني بس كويس يعني. برضو ايه، ادينا زي ما حضرتك ما قلت كده بتعتذر لاهلنا في المغرب لو كان الموضوع اساءهم يعني، لانه انت عارف انت محبوب وعندك شعبيه وعندك جماهيريه كبيره جدا، والناس يعني بتحبك في كل مكان، واحنا كلنا اكيد مبسوطين وفرحانين انه الاهلي والزمالك هم اللي مكملين، اكيد كلنا سعداء طبعا. ان انا لعبت هنا ولعبت هنا، هو مثلا ممكن يكون اللي زعلان ده بيشجع يكتب، انما ما لعبش، انا لعبت هنا ولعبت هنا، فببقى حاسس اكتر بالمواقف بتاعه الفرق المصريه لما بتروح بره، فبيبقى كله متشعبك ان هو يكسب. فمكسب طبعا فرحنا بتاع النادي الاهلي، ومكسب الزمالك كمان فرحنا. فانا بعتذر لهم اهو، بقول لهم ما تزعلوش، وربنا يوفقكم في الماتشين اللي هنا. صحيح. طيب اسالك بقى سؤال، التدريب في الدوري الممتاز احنا خلاص يعتبر الموسم انتهى، قدرت تعبر عن نفسك بنسبة قد ايه؟ بصراحة. بصراحة؟ يعني انت واحد من الناس كنت بتتفرج على طنطا. سيبك مني انا، لان انا اي حاجة هيقولوها هيقول لك ابراهيم بيجامل الكابتن رضا عشان هما الاثنين حبايب. مجاملة. مجاملة. الكرة اللي بتقدمها اللعيبة في الخمس ست ماتشات اللي انا بشوفهم، هي دي الكرة اللي كانت بتقدمها طنطا. ماشي، بس واحد برضو النتائج ما خدمتكش برضه يا كابتن. لا النتائج ايه ده؟ النتائج فيها اهلي وزمالك ومصري ومقاولين. ايه ده؟ ايه بتلعب الاول والثاني والثالث. ايوه. وبتلعب المصري دلوقتي اللي هو داخل يعني لو ماتشين قبل ما يجي علي مارك انا اخش المربع الذهبي. ايوه. انتوا بتتكلموا في ايه؟ نتكلم في ايه؟ من فرقه هابطه ورامية الفوطه واللعيبه ما عندهاش دوافع ولا عندها طموح ولا الكلام ده. انت عارف الدافع الوحيد اللي كنت بقول لهم ايه؟ العب عشان تسوق نفسك، عشان ما تقعدش. هم عملوا زي ما انت ما قالوا، 12 واحد منهم مشوا، سوقوا نفسهم. لا يا حبيبي، لا سوق نفسك يعني، العب لنفسك.
ايوه العب لنفسك عشان اللي هينزل تحت مش ما حدش هيعرف عنه. ايوه ما هم جريوا قبل ما ينزلوا تحت ده ما كملوش حتى معاك الموسم فهموا غلط يا كابتن رضا. يا ريتك ما كنت كنت قلت لهم كده. لا 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 لا, لا. بص يا ابراهيم عشان بس الناس بتاخدها بجد الموضوع. انا لما اقول لك سوق نفسك ان انت ما تختارش 4 من الزمالك 5 من الاهلي 7 مش عارف من المقاولين. مش المقاولين كسبان اف سي مصر 6؟ ايوه. واحنا كنا هنلعبه بعديها فكنت لازم تقول للعيبه كده ان انت بتلعب لدافع انما ما فيش مكافئات. هم رامين الفوطه من بدري، هم ما كانوش بيتمرنوا كره خالص خالص. دلوقتي حتى يعني انت مثلا في ماتش المصري الاخر دي انت اللي بتضيع اجوان يا ايوه ايوه مع ان في لعيبه صغيره يعني لعيبه اول مره تلعب واول مره تشارك واول مره تروح معسكر. ما خلي بالك الحاجات دي بتفرق كتير. صحيح واخد بالك؟ في حاجه وانا قلت لك مش بهرب عشان في واحد قال لك ايه؟ اصل رضا عبد العال بيقعد في الاستوديو تريب دريب 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 وبعدين صفر 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 في كل الماتشات وبعد كده البلح طرح. لا وحياه ماما هوب هوب وحياه ماما. لا اسمعني بس انا عارفه اصل هو صحفي واخد بالك ومن الناس اللي هي لا اسمعني بس من الناس اللي هي كانت بتحايل عليا ان امسك فرقه معينه عشان يجي معايا متحدث رسمي للنادي ان هو من بلد عارفها هو واخد بالك. لا يا حبيبي انا جاي اصلا وهم راميين الفوطه وانا ماسك ماليش اي حسابات بالماتشات اللي فاتت. انا باجي مجرد بس ان انا موجود عشان ان انا هعمل فرقه السنه اللي جايه. تعالى بقى السنه اللي جايه تحاسبني مش جاي تحاسبني على ماتش اهلي هحاسبك هحاسبك من السنه الجايه في الممتاز بس في الممتاز به. انا عايز بص انا يا ابراهيم عايز اللي يحاسبني واخد بالك اللي يقعد لي عشان تطلع احسن حاجه. بس انت بقى خلقك ضيق قوي يا كابتن رضا. خلقي ضيق لان الناس اصلا كل لما تعمل حاجه ينكروها. ما تخليك خليك رويح كده خليك رويح. انا رويح انا طيب. هو بص لو ما كانش عندي ثقه في ربنا ونفسي انا كنت جيت وقلت امسك من اول الموسم انما هو بيشيلني ان انا اللي هبطت الفرقه. طب 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 مين قال لك الموضوع ده هيحصل معاك؟ على ايه؟ مين قال لك انك هتشيل الشيله؟ لا انا ما شلتش الشيله. بص بص ده هم اللي نفوسهم سودا اللي قاعدين لرضا عبد العال مش لاقيين له حاجه فهم مش لاقيين فبيقول لك ايه الكلام ده. لو انت ما عملتش مستوى كويس ما خسرتش من النادي الاهلي 1-0 في الدقيقه 80 والنادي الاهلي احسن فرقه في افريقيا واللي هو واخد الدوري والكلام ده المفروض ينزل يزعك 4-5 مع الرقصه. وعلى فكره وكل النجوم كانت بتلعب مش كل النجوم يعني بادجي وعلى مروان محسن على كهربا على السلية على محمد مجدي قفشه على رامي ربيعه على محمد الشناوي. محمد الشناوي فرقه لوحده يا عم ابراهيم. ايوه. فتيجي تقول لي لا ما اصلي انت لا يا حبيبي انت في زمالك واهلي واخد بالك ومقاولين ومصري ادي 4 وانبي وانبي كسب الزمالك وكسب الاهلي قبل كده يعني الراجل انت بتلعب فرق ليها تاريخ. طيب خليني بقى اعرف منك رايك ايه في عمال تقول لي الاهلي المفروض كان يكسبني 4 و5. طب ايه رايك في اداء الاهلي دلوقتي مع موسيماني؟ يعني هقول لك على حاجه بمنتهى الامانه يعني موسيماني لسه يعني بصماته ما بانتش بس هو بيبدا يعني يحفظ اللعيبه حاجات بس لسه مش هتبان دلوقتي عشان نكون واضحين وصراحه يعني ماشي. اللعيبه بص لعيبه النادي الاهلي حطيتها في اي موقف من المواقف دي هتلاقيها رجاله وانا قلت ساعتها اللعيبه عشان هم رجاله وعارفين قيمه النادي وقيمه الفانيلا وقيمه جماهيرهم ما تخافش عليهم. صح لعيبه الاهلي ما تخافش عليهم انت فاهمني. هيعملوا ايه بقى؟ هيعملوا ايه في ماتش العوده؟ لازم يكسبوا بقى لازم ياكدوا. اصل بص لو ما كسبش يبقى كسب هناك بالصدفه يا ابراهيم. واللعيبه على فكره بعد الفوز اللي هو الاولاني ده هيديهم دافع ان هم ينزلوا يكسبوا بسكور كمان. ماشي خلي بالك بص لعيبه النادي الاهلي ما بتضيعش الفرصه. لما بيجي لها فرصه بتجيب جول يجي لها فرصه ثانيه تجيب الجول الثاني. مش بقى ان هو ايه يبدا يتراخى ويبدا بقى يتدلع والكلام ده. خلي بالك ان ديت موروثه في النادي الاهلي. دي موروثه وهم عارفين قوي ان الفرقه بتاعه الوداد هتيجي شده ومش هتبكي على حاجه واخد بالك وهتبدا تعمل جيم مفتوح وهتبدا تهاجمك لان مغلوبه 2-0. مش معقوله فرقه مغلوبه 2-0 على ملعبها هتيجي تدافع وتعمل زون ديفنس. صحيح. طيب الف ب كوره لازم يكون قاري موقف موسيماني وبعدين الماتش ده هيبين لك بقى امكانياته بجد تغييراته يعني بجد. هو الشكل تشكيله بجد الشكل كان حلو في ماتش الذهاب
والراجل الحقيقه قفل كذا حته من الحتت بتاعه الوداد وضغط. اتفضل يا بيه. اتفضل يا بيه. محمد مجدي قفشه له دور كبير في الموضوع ده. مظبوط. رقم واحد مظبوط. واخد بالك الجون اللي جه في اول دقيقتين ده ادى ثقه للفرقه كلها طبعا. بعديه على طول محمد الشناوي ضربه الجزاء دي قلبت المباراه راسا على عقب. صحيح. ما هو عشان كده هم ما بيلعبوا في النادي الاهلي. طيب زي ما سالتك على الـ الاهلي، الزمالك هيعمل ايه بعد ما تغلب على الرجاء برضه في واحده من المباريات التكتيكيه اللي عملها باتشيكو كويس مع الزمالك؟ يعني هو الى حد ما طبعا نادي الزمالك الشوط الاولاني كان كويس جدا جدا، بس انا اخد عليه الشوط الثاني. انت تراجعت ليه؟ انت طول ما كنت في نص ملعبه انت المتسيد. يعني الشوط الاولاني لما قبل الجون وبعد الجون نادي الزمالك كان بيلعب في نص الثاني بتاع الرجاء. الشوط الثاني انت ليه خليت اللعيبه رجعت؟ كان لازم يعمل تغييرات ينشط ثاني، ما ينزلش اونجمي ده، كان لازم ينزل مثلا كاسونجو واخد بالك، ويدخل اشرف بن شرقي وينزل محمد حسن، يبقوا الاثنين ستاره مأمن نفسه، ويطلع اسلام جابر ناحيه الرايت او ناحيه الليفت، ويخلي زيزو يعني أو طرف واسلام جابر طرف، وكان يبقى اشرف بن شرقي. انت غيرت التشكيله كلها؟ لا ده هي تغييرات في الملعب. انت هتغير اثنين بس يا ابراهيم. محمد حسن ينزل جنب طارق حامد، وتطلع اسلام جابر ناحيه الرايت، وتخلي زيزو ناحيه الليف، وتدخل اشرف بن شرقي راس حربه ثاني، او صانع العاب هو اللي بيجي ورا خليه، وأوباما يبقى على الدكه. أوباما هو اللي هيخرج بقى، هو ومصطفى محمد. طيب ماشي. هو ده التغييرين. وانت حسيت بأوباما الماتش اللي فات؟ كان عنده نضحك على بعض. كان عنده اداء الحقيقه في بدايه المباراه، يعني واجب دفاعي كان مهم جدا بيقوم بيه. حبيبي انا مش عايز واجب دفاعي، ما في. طب انت لو واجب دفاعي ما تلعب محمد حسن كان بطارق حامد الا لو انت عايز واجب دفاعي. ما حدش يقول لي بص كده انت يعني ما بتفيدوش أوباما، انتوا كده بتضروا أوباما. أوباما ده عشان يبقى أوباما لازم تشوف ثرو منه، يعمل باصه، يترقيصه حلوه، يعمل جول، يجيب جول، هو ده أوباما. انما عايز تقول لي يدافع؟ لا، طب انا اشيله واحط محمد حسن، احط واحد من اللي بيجروا بقى. الزمالك هيعمل ايه في ماتش العوده اذا اتلعب المباراه؟ لانه فيها كلام كتير انه ممكن ما يتلعبش. لا هو مش عارف يعني. احنا بيقولوا، وانت كنت سامعك بتقول ان هم منعوا الفرقه من السفر. طب الموقف القانوني ايه؟ هل هيتاجل ولا هيبقى كده معتبر ان هو منسحب؟ طب ما نعرفش. انما هم لو حتى جم هنا والزمالك مركز نفس التركيز اللي هو كان مركزه هناك هيكسب، بس اللعيبه ما فيش تراجع، وده لازم على المدير الفني يقول لهم كده. احنا هنا لان برضه فرقه الرجاء جايه مش باكي على حاجه، وجايه ان لازم هتهاجم، يبقى انت لازم تلاعب الناس اللي هي على الاطراف والراجل اللي هو راس حربه دولت، لازم يبقوا اسرع عشان تحويل الهجمه من الدفاعيه للهجوميه في ثانيه. صحيح. الهجمه المرتده يعني. طيب انت عندك زيزو بيعملها كويس، وعندك اشرف بن شرقي كويس، وعندك واحد الزمالك يقدر يكسب ان شاء الله باذن الله اذا المباراه اتلعبت في ميعادها، صح كده؟ طبعا ان شاء الله باذن الله. الفرقتين ما فيش خوف عليهم، بس ما يبقاش في استهتار، ما يبقاش في دلع. طيب بيراميدز النهارده وصل للنهائي. رايك ايه؟ هياخد البطوله ولا لا؟ ان شاء الله. مش هي هنا في مصر يوم الاحد؟ لا بيراميدز مش في مش هنا في مصر، بيراميدز هيلعب في المغرب تاني. لو انت هيجوا بقى. لو انت عايزنا نخليها في مصر خليها في مصر، مفيش مشكله. هيلعبوا في الرباط. بقول لك يوم الاحد بس. لا هيلعبوها في الرباط، هيلعبوا النهائي في الرباط. طيب ماشي. ماشي. انا برضو متاكد بس الملعب كان مضايقهم شويه، ومضايق الاهلي والزمالك على فكره، كانوا بيلعبوا على ترتان. ايوه. مش نجيل. انت عارف برضو الحته دي كانت فرقت قوي مع لعيبه الاهلي والزمالك. خلي بالك لان الكوره بتبقى على الترتان بتجري اسرع. لعيبه الزمالك والاهلي ما بيتحكموش، وبرضو بيراميدز النهارده لاحظ كده، حتى عبد الله السعيد في كام كوره المفروض ان الباص بيروح متقن لو هي نجيل عادي طبيعي. انما عشان صناعي بتلاقيها بجري. حلوة انت تشاتتش، مدرب كويس. ما عندوش فكرة يا عم ابراهيم، لا خليه ياكل عيش، يجيب لنا البطولة دي ويجي من هناك يسلم اوراقه ويتكل على الله. ليه؟ لان لو قعد السنة الجاية، اسمعني بس، لو قعد في الدوري السنة الجاية مش هيخش المربع ده. ما الراجل وصل اهو معاهم لحد يا حبيبي. وصل ايه؟ ما هو ما احنا بنقول، ما احنا برضه لسه يعني مش عايزين. بص يجيب لنا بس البطولة دي وبعد كده يحلها الحل. يجيب البطولة دي عشان ما نهمدوش. وبعدين هتهمده. لا
لا لا لازم يمشي، اصل هو في الدوري فاشل يعني، في الدوري ده خسر وتعادل، وفي ماتش الاهلي ما عرفش يقرا الجيم، الراجل السولية بقول لك ايه، بقول لك ايه كابتن، بس عشان اقول لك بس، وهو ما عرفش يعمل راس حربه تاني عشان ان هو يكثف، عشان هو عايز الماتش عشان ياخد المركز الثاني، ده فضل واقف زينا كده بره ومش شايف يعني ايه اللي يعمله وايه اللي ما يعملوش يعني. ماشي يا غزال، بتمنى لك موسم قوي ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله وتتالق في الممتاز به ان شاء الله باذن الله، وتصعد تاني بطنطا، بس انا قلبي حاسس انك مش هتكمل كتير معاه. ابراهيم هيما، نعم سامعني؟ ايوه سامعك. هو لو لو اللجنه الخماسيه عايزه حلاوه السنه اللي جايه واثاره في الدوري ما يهبطوش طنطا. يعني ايه ما يهبطوش طنطا؟ يعني طنطا ما يهبطش، ما هو انت موسم استثنائي. هو ايه اللي انت بتقوله ده يا كابتن رضا؟ مش بقوله. هو ايه اللي انت بتقوله ده؟ استثنائي، اسمع بس، ما انت هو الدوري الاول لما انا مسكت يا ابراهيم. لا ده ان كان كده ماشي، لا عشان خاطرك، لا خلاص. فكر جديد بقى ويبقى الله مضى. طب يا جماعه والنبي في اتحاد الكوره يا ريت النبي نقعد طنطا عشان خاطر الكابتن رضا عبد العال يا جماعه، عشان بعد ما انا قلت الكلام ده مش هيقعدوه. ده عشان خاطر انا مش هيقعدوه. ده الدوري ما بقاش فيه اثاره الا بعد ما انا مسكت يا عم ابراهيم. ايوه بقى، ايوه صحيح. واثق الخطى يمشي جوارديولا. لا هقول لك على حاجه، نسبه المشاهده على فرقه طنطا بقت اكثر من الاهلي والزمالك. انت مش ملاحظ ولا ايه؟ انا ملاحظ، انا عارف. خلاص المفروض اتحاد الكوره يفكر في مصلحته بالظبط، عشان يعني يسوق كمان الدوري بفلوس كويسه. طب ما تمسك فرقه تانية اسهل لنا وخلاص. لا ممتاز، امسك طنطا ونقعد طنطا في الممتاز. ماشي حبيبي يا كابتن رضا، ما تحرفش منك، ومساءك زي الورد. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا كابتن رضا عبد العال نجم مصر المدير الفني لنادي طنطا. اظن الرساله واصله اهو في اتحاد الكوره، اهو كابتن رضا عبد العال بعت لكم رساله بيقول لكم يا جماعه عايزين تحافظوا على حلاوه الدوري، على نسب المشاهده، على الامكانيات، اقعدوا طنطا في الدوري الممتاز عشان الكابتن رضا يعمل شغل حلو السنه الجايه. طيب على الجانب الاخر معايا على التليفون مدير الفني السابق لنادي الاهلي، واحد من الشخصيات اللي بنعتز بيها جدا جدا، كابتن محمد يوسف المدير الفني الحالي لنادي البنك الاهلي، واختيار مهم جدا، هو اختيار صادف اهله انجاز التعبير. كابتن محمد يوسف عنده خبرات كتيره وخبرات محترمه، زي ما كنت بتكلم مع سياده اللواء اشرف نصار بالامس، قال لك كان رؤيتنا في كابتن محمد يوسف ليها علاقه بامور كتير في الخبرات وما الى ذلك. انا معايا على التليفون كابتن محمد يوسف. يا كابتن يوسف مساء الفل والف مبروك. مساء الفل يا ابراهيم، مساء الفل عليك وعلى كل مشاهدينك وعلى حبايبك كلهم. يعني مهمه جديده وتحدي جديد، وخليني اسال الكابتن يوسف بقى، يعني ايه الاسباب اللي دفعتك لقبول هذه المهمه؟ البنك الاهلي فريق صاعد حديثا للدوري الممتاز، البعض بيبقى متخوف من التجربه، التحدي، مجموعه لاعبين لسه لم تطلع عليهم، فالاسهل واللي يكون ايسر للكابتن يوسف انه يكون مع فرقه من فرق الدوري الممتاز اللي اوريدي عندها باع في الدوري الممتاز. لماذا قبلت هذا التحدي يا كابتن يوسف؟ والله بص ابراهيم، هو محطات مختلفه، خلي بالك المدرب بيشتغل في محطات مختلفه باشكال مختلفه في ظروف مختلفه، اوقات بتروح على تيم جاهز، اوقات بتروح على تيم ظروف زي اللي احنا فيها، فريق صاعد وبتعمل بتاسس حاجه من 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 الاول. فانا طبعا لما قعدت مع اللواء اشرف نصار طبعا وبشكره من خلالك حاجه عظيمه جدا في الاداره وعامل نجاحات كبيره جدا وصاعد بالفريق طبعا ما شاء الله. انا لمست من خلال اجتماعي معاهم واجتماعي مع الاداره كمان في البنك والمسؤولين كلهم سواء في البنك او في النادي، ان الناس يعني فعلا يعني محافظين جدا على الشكل بتاع النادي البنك الاهلي، وفي نفس الوقت كمان عايزين يحافظوا على النجاح اللي اتحقق من خلال البنك الاهلي بيدوه كمان للدوري، يعني الدوري الممتاز من خلال نادي البنك الاهلي. دي حاجه شجعتني، حسيت في منظومه، حسيت في فكر اداري محترم جدا، في تنظيم في الافكار، بالاضافه طبعا ان هم وعدوني يعني ان شاء الله هيدعموا بشكل كبير من خلال طبعا اللعيبه اللي احنا محتاجين نجيبها، لان انت عارف طبعا الوقت ضيق جدا، احنا بنتكلم في شهر هيبتدي الموسم اللي هو 2021، وفي نفس الوقت كمان يعني انت محتاج تجيب لعيبه وتوجد انسجام ما بينهم وتجهزهم
وتعمل مباراه وديه، كل ده في خلال شهر. طبعا الموضوع صعب، الموضوع صعب، لكن انا متفائل، وفي نفس الوقت كمان شغالين على طول على قدم وساق، اذا كان اداره النادي والمسؤولين كلهم، اول اللي هو يعني اشرف مختار وكل بقى المنظومه، يعني الاستاذ محمد عبد المنعم والعميد حاتم وكله كله، واداره التعاقدات كمان حماده هاشم. يعني بص كلنا احنا كلنا النهارده كجهاز كنا موجودين. المفاوضات اخذت قد ايه مع حضرتك كابتن يوسف؟ والله احنا يعني مش عايز اقول لك، احنا قعدنا بالظبط ساعتين الصبح. ساعتين الصبح يعني امتى؟ اول امبارح؟ يوم الاحد. يوم الاحد. يوم الاحد. يوم الاحد امبارح عملنا المؤتمر، احنا عملنا المؤتمر يعني الصبح اجتمعنا وطلعنا على المؤتمر على طول. بس يعني ما خدتش وقت، وفي نفس الوقت كمان يعني انا بحترم جدا المنظومه بتاعت نادي البنك الاهلي، وفي نفس الوقت كمان ان شاء الله نعمل لهم شغل كويس جدا ونعمل فرقه قويه، يعني تعمل شكل رائع ونلعب كوره محترمه وكوره حلوه، وناخد كمان مركز متقدم كويس جدا في الجدول. يعني ده اللي كنت لسه هسال حضرتك، اهدافهم ايه؟ البقاء في الدوري ولا في مركز معين هم باصين عليه؟ لا احنا ان شاء الله باصين على مركز كويس، وباصين يعني مش عايزين طبعا نعمل وعود كتيره، لكن احنا باصين على مركز كويس ان شاء الله يعني ننجح في الوصول اليه. وده طبعا يعني من خلال طبعا توفيق ربنا سبحانه وتعالى في المقام الاول، وتوفير طبعا بقى كل عوامل النجاح والعوامل المساعده كلها للجهاز الفني عشان ان شاء الله نحقق الامنيه دي. وانا متفائل لان فعلا احنا اشتغلنا على طول بعد ما تعاقدنا، بدانا على طول نجهز ونشتغل في عده اتجاهات، وان شاء الله يعني اول حاجه الناس اللي قاعده بتتفرج علينا هيبقى في دماغها، طب يا كابتن يوسف ناوي تعمل ايه؟ اللعيبه اللي هتدعم بيها هيبقى عددها قد ايه؟ واللعيبه اللي هتبقى موجوده مع حضرتك اكيد درست الموضوع، الناس برضو في دماغها انه كابتن محمد يوسف نجم من نجوم النادي الاهلي ومدرب النادي الاهلي، عينه قد تكون على مجموعه من اللعيبه اللي تخرج من النادي الاهلي على سبيل الاعاره، برضو بعلاقاته مع الزمالك، بعلاقاته مع الانديه، هيكون في مثلا مجموعه من اللاعبين المعارين، المكونات بتاعه الفريق بيفكر فيها ازاي؟ المكونات كلها. انا يعني برضو انتهت فرصه وانا معاك اقول لك، عشان برضو بعض الناس بيقول لك محمد يوسف نتعامل مع انديه معينه، احنا تعاملنا مع الانديه بشكل يعني بشكل عام، بنتعامل مع جميع الانديه بشكل عام. في صفقات هنشتريها، في صفقات هناخدها اعاره، في صفقات هتبقى في لا بعض اللاعبين انتهت عقودهم وما عندهمش رغبه للتجديد، ان شاء الله هيجوا يشتغلوا، لان هم يعني عارفين وواثقين ان في جهاز فني محترم جدا، وفي جهاز هيقدر يعني يطور ويقدر يشتغل من خلالهم. فاللاعب برضو خلي بالك، اللاعب لما بيحس انه رايح على مكان مش بس انه هياخد فلوس وخلاص، لا، الحته الماديه مهمه للاعب، لكن برضو حته الراحه النفسيه وانه يبقى في مكان بيطلع كل حاجه عنده، في مكان حاسس انه يعني في ثقه ما بينه وما بين هذا المكان من خلال جهاز فني ومن خلال الاداره ومن خلال المنظومه كلها. فاحنا شغالين كمان عشان برضو الناس تطمن، احنا شغالين برضو على حته يعني ما فيش مانع ان النادي الاهلي، انا ابن النادي الاهلي وعلاقتي بالنادي الاهلي علاقه قويه جدا، وما فيش مانع ان احنا ناخد لعيبه من النادي الاهلي، يعني لعيبه انا حافظها وعارفهم كويس. لكن اذا لقينا اي مركز مميز او لاي لاعب مميز بين اي نادي اخر هنتعامل معاه برضه ان شاء الله. باذن النقطه الثانيه، انت لما بتكون تيم ما تقدرش تجيب كله لعيبه صغيره او كله نجوم دوري ممتاز، انت بتكون كور بتاع الفريق او الهيكل الاساسي بتاع الفريق، ده بيتكون من لعيبه عندها خبرات، ثم بعد ذلك بتدعم بجيل وسط، وبعد كده برضه لازم يبقى فيه 20% او 15% لعيبه صغيره واعده تحت السن، او يعني تقترب من يعني يا دوبك لسه طالعين من تحت السن. ايوه. فده ده 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 هو ده الفريق يعني. هي بس اهم حاجه بتداهمنا او الصعوبات اللي قبلنا هي حته الوقت، لان انت عندك 30 يوم مطالب تعمل حاجات كتيره جدا. صحيح. وتخش على يعني على مباراه دوري بثلاث نقاط، وفي نفس الوقت
نتمنى ان شاء الله ان احنا نقدر ننجز في ال 30 يوم دول ان شاء الله باذن الله. تمنياتنا ليك بالتوفيق يا كابتن محمد، وقدها وقدود، ومعاك يعني فريق معاون محترم كابتن عادل مصطفى وكابتن طارق سليمان، وفكرني مين كمان مع حضرتك كابتن يوسف، سيف عمر، وكابتن سيف عمر موجود، وكابتن محمد رمضان من الجهاز الفني السابق للنادي موجود، وكل الجهاز بقيه الجهاز كله موجود اللي هو كان موجود في النادي، جهاز الطبي الاداري والطبي والتعاقدات وكله. صحيح. وبرضو انا بنتهز الفرصه من خلالك ان انا ابارك للجهاز السابق على الانجاز بتاعهم، وفي نفس الوقت ان شاء الله نحافظ على هذا النجاح ونزوده بقى كمان في الدوري الممتاز ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن محمد يوسف المدير الفني الجديد لنادي البنك الاهلي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله. شوف مع حضراتكم تقرير، ومن بعد التقرير الى فاصل، وعندي خبر مهم جدا جدا هقول لحضراتكم بتفاصيله اول لما ارجع من التقرير والفاصل. خليكم معايا في جمهور الثالثه. طيب خليني اقول لحضراتكم خبر في منتهى الاهميه، خاص وحصري لينا هنا في برنامج جمهور الثالثه. في الوقت اللي بنتكلم فيه حضراتكم، هناك تواصل بين لجنه الانديه بالاتحاد الافريقي لكره القدم مع احمد رئيس الاتحاد واعضاء المكتب التنفيذي لاتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بتاجيل المباراه من عدم، وتاجيل مباراه الزمالك والرجاء المغربي. ده الخبر اللي بنخص به حضراتكم، انه الاتحاد الافريقي ومن خلال لجنه الانديه، هو في طبيعه الحال القرارات اللي شبه كده بتاخدها لجنه الانديه، لكن لعظم الامر فبيتم الرجوع الى رئيس الاتحاد، وبيحصل مشاورات طبعا عن طريق الفيديو كونفرنس، وايضا كلام مع اعضاء المكتب التنفيذي، وبناء عليه سيتم اتخاذ القرار المناسب او الملائم فيما يتعلق ب قصة الغاء او تأجيل المباراة من عدمها. ده يدي لك انطباع ان الموضوع مش بيتقال عليه مش بالونة اختبار، مش موضوع وخلاص، مش خبر وخلاص، لا له اصول، يعني له جذور موجود، يعني الناس بتتناقشه، الناس بتتكلم فيه. الاتحاد الافريقي ممكن ياخد قرار، ممكن ياخد قرار بتأجيل اللقاء، مفيش مشكلة، مش موضوع مش مطروح يعني. فعلشان تبقوا حضراتكم معانا في الجزئيه المتعلقه بلقاء الزمالك والرجاء. طيب نروح للمغرب ونبارك لكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز بعد ما تغلب على حورية كوناكري، وكنا بنتكلم مع حضراتكم في بدايه الحلقه انه ان شاء الله باذن الله بيراميدز يتمكن من الفوز بهذه البطوله، واللي هتفرق كتير جدا جدا الحقيقه، لانها تبقى المره الثالثه اللي بتدخل فيها مصر عن طريق بيراميدز. يا كابتن هاني اهلا وسهلا بيك، والف الف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن ابراهيم، وربنا يخليك وربنا يكرمنا ان شاء الله. لك سعداء جدا الحقيقه بهذا المكسب وهذا الانتصار، وده يخليني اسالك، ما لقيتش في وقت من الاوقات كده اثناء المباراه ضربه الجزاء اللي الراجل صفر عليها وبعدين رجع تاني للفار، تاخر تسجيل الاهداف، وان كانت الحمد لله اتاخرت بس جم الهدفين ورا بعض؟ بص، في الماتشات اللي زي دي طبعا بتبقى انت مستني ان شاء الله في اي وقت ممكن تجيب جول، لكن انت عارف الكوره ما فيهاش يعني ما فيهاش كبير، فالثانيه ممكن عالي جدا في هجمه مرتده يخش في الجول او حاجه، فالموضوع طبعا هيفيد خالص. فمن ناحيه القلق، لا هو اكيد كان في قلق، طبعا من قبل الماتش بالذات مننا احنا، طبعا القلق ده ما بيجيش خالص من اللعيبه ان شاء الله. اللعيبه الحمد لله واثقه في نفسها كويس، ودي حاجه كويسه، عندها ثقه في امكانياتها، لكن القلق عندنا احنا موجود؟ لا موجود طبعا، واثناء الماتش اكيد كده كده بيبقى موجود، خاصه زي ما قلت ان الجدول اتاخرت شويه، فده طبعا خلاني كمان انا كنت عايز الموضوع يخش برضه في وقت اضافي، يعني الموضوع كان هيبقى صعب شويه. صحيح، فضل ونعمة من الله. مباراة الحد إن شاء الله بإذن الله كافة تنظر لها، والناس يعني تتمنى إن شاء الله بإذن الله الفوز لبيراميدز، ولكن الخصم يعني نهضة بركان من الخصوم الصعبة يعني. بص، هو خصم صعب طبعا. بص، ممكن اقول لك هو بيلعب في ارضه، بس هو في الاخر هي مش ارضه، هو بيلعب في المغرب، بس هي مش ملعبه. صحيح. طبعا كمان مفيش جمهور، فده الى حد ما مش يعني ممكن بيقلل شويه من القوه بتاعته، لكن هو طبعا يبقى فريق محترم جدا. لا، فريق طبعا عنده نقاط قوه، وماتش طبعا مش سهل، واتمنى بس كل اللي انا اتمناه ان انت عارف
في افريقيا عامه في اوقات كده للتحكيم وحاجات كده بتحصل غريبه، فاتمنى أيوة. بس الدنيا تبقى ماشيه خير وربنا يكرمنا ان شاء الله. مش قلقان من موضوع الكورونا؟ احنا عمالين نسمع اخبار كتيره جدا جدا، اخرها ان الرجاء وزاره الصحه في المغرب قالت انه ما ينفعش يجي مصر بسبب الاصابات اللي موجوده في اللعيبه، حتى كمان لو اللعيبه عينتهم سلبيه. ده يعني مش قلقكم شويه فكره الاصابه، العينه اللي جايه اللي هتعملوها، الحاجات اللي شبه كده يا كابتن هاني؟ بص يا كابتن، احنا في الاخر احنا بنحاول نعمل اللي علينا ان احنا ناخد اكبر احتياط لينا، يعني ناخد اكبر احتياطاتنا ونبقى واخدين بالنا جدا من اختلاطنا. احنا واقفين مكان لوحدنا في السجن وبنقعد لوحدنا، حتى في اكلنا في تمريننا بنحاولين احنا قافلين على نفسنا على قد ما نقدر. فاحنا واخدين بالنا على قد ما نقدر، وفي الاخر بص انت في الاخر هو مرض ووباء وانت ما تعرفش ممكن هيجي لك منين في الاخر، يعني صحيح منين هيجي لك انت ما تعرفش، فانت بتعمل اللي عليك وفي الاخر ربنا بقى هو اللي بيحفظ اولا واخيرا يعني. فاحنا بنحاول نجتهد ان احنا نعمل في الاسباب وان شاء الله يا رب ان شاء الله ما يكونش في حاجه باذن الله. كابتن هاني، ما بحسش ان انت بعيد عن الملعب، لسه بحسك انك لسه لعيب فت وجاهز، وبحس انك ممكن تلعب في اي وقت، وده خليني اسالك انت قاعد رجلي بتاكلني عايز انزل الملعب. قول لي، انا مثلا انا سقفت لعبد الله السعيد في الجون الثاني، جون حلاوه ما فيش بعد كده يعني، كان انطباعك ايه على الجول ده تحديدا؟ بص هقول لك حاجه، هو طبعا هنقعد نتكلم في حلاوه الجول، طبعا جول حلو قوي، لكن في الاخر لما تشوف مين اللي جاب الجول مش هتستغرب. صحيح، يعني هتحس انه عادي، لما عبد الله السعيد يجيب جول زي ده عادي، يعني طبيعي ان عبد الله السعيد يجيب جول زي ده. فهو الموضوع بس انه جه كمان برضه الجول الثاني ورا الاولاني على طول، فبدا أيوه. هدانا شويه. طبعا جول يعني حلاوه الجول ممكن نقعد نتكلم براحتنا في حلاوه الجول يعني. الفرقه ان شاء الله باذن الله تكون متكامله وما يحصلناش اي اصابات بمشيئه الرحمن، والامور تمشي زي ما احنا ما عايزين ونقدر نكسب المباراه. ولو عايز بقى رساله توجهها للاعيبتك بقى بعد المكسب ده وللفتره اللي جايه، لانه مش بس كمان اللعيبه الحقيقه والناس كلها في مصر تدعم بيراميدز بمشيئه الله، لان هذه البطوله ستكون مصريه خالصه بمشيئه الله اذا بيراميدز فاز فيها. يا رب ان شاء الله يا رب. انا اتمنى طبعا كده، انا بس عايز اقول للعيبه ان انتوا اديتوا اللي عليكم وعملتوا اللي عليكم الفتره اللي فاتت كلها، ومعنى ان انتوا توصلوا قبل يعني توصلوا النهائي، فمعنى كده ان انتوا فعلا عملتوا اللي عليكم، ما تحطوش ضغوط عليهم خالص. انا عايزهم بس يستمتعوا بالماتش، يعني تستمتع بفكره ان انت تلعب نهائي بطوله وان انت تكسب بطوله، يعني استمتع بيه، لان انت تحط نفسك تحت ضغط زياده ممكن ياثر عليك سلبي. فان شاء الله يعني احنا ده اللي هنشتغل عليه الفتره دي، ان اللعيبه ما تحطش ضغوط، هم عملوا اللي عليهم وان شاء الله ربنا يكرم المباراه النهائيه دي. وزي ما بتقول كده ان شاء الله يا رب يكون الكاس السوبر الافريقي مصري ان شاء الله يا يعني رب ان شاء الله باذن الله. هتطلع على هتطلع على الرباط امتى ان شاء الله؟ احنا هنشوف بكره في الرباط، يعني هنروح نبص كده على الاوتيل وعلى الملعب ونشوف الدنيا، لو الاجواء هناك افضل لينا من كازابلانكا هنطلع ممكن بكره بالليل على طول، لكن لو حسينا ان الدنيا هنا احسن خلاص واحنا اتعودنا على هنا فهنفضل قاعدين هنا، وممكن قبل الماتش بيوم نروح بس على التمرين اللي هنتمرن على الاستاد الرئيسي اللي هنلعب عليه الماتش، ويبقى قبل الماتش بيوم، لان المسافه كمان مش بعيده، هي ساعه تقريبا ساعه و10 دقايق ان شاء الله. فممكن يعني لسه هنكرر بكره ان شاء الله، كنا هنكمل في كازابلانكا ولا ان شاء الله مظفرين ومنتصرين ان شاء الله باذن الله، وترجعوا بالكاس ان شاء الله باذن الله. كابتن هاني ان شاء الله بشكرك شكرا جزيلا كابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، وتعقيب مهم جدا بعد فوز بيراميدز اليوم على حوريه كوناكري الغيني وصعوده الى نهائي هذه البطوله. كل ما نطلبه لفرقنا المصريه هو العداله التحكيميه، احنا مش عايزين حد يجاملنا، مش عايزين حد يدينا حاجه اكتر من حقنا، احنا عايزين حقنا بس ليس اكثر. يعني بيراميدز بالمنظومة كلها على بعضها منظومة احترافية، كل اللي بيلعب فيها لعيبة أسمائهم كبيرة جدا الحقيقة، وعندهم يعني حوافز وطموحات ان هم يوصلوا لحاجة محترمة. الفوز بالبطولة دي هيدي لبيراميدز سمعة إفريقية قوية جدا بطول وعرض القارة، لانه زي ما حضراتكم عارفين انت اللي بتصنع تاريخك، بيراميدز حديث عهد، دي اول بطوله بيشارك فيها، فاذا فاز فيها هتبقى حاجه يعني من النقاط الايجابيه اللي هتحسب للاداره والمنظومه بالكامل ولمجموعه اللاعبين. وبيراميدز يعني باللعيبه اللي موجوده ديت ادى انطباع قوي جدا حقيقه، كمان وده منافسه قويه في بطوله الدوري. الاهلي بيجري مسحه طبيه غدا ان شاء الله باذن الله استعدادا لمواجهه الوداد. كهربا بينتظم كمان في المران استعدادا لمباراه العوده.
خلاص هو موجود في التدريبات والامور بشكل كويس. وعلى الذكر كمان الاستعدادات ديت بعثه الوداد تصل القاهره او وصلت القاهره بسلامه الله عشان اياب نصف النهائي. وبالتالي كل الامور المتعلقه بمباراه الاهلي مستقره، يعني الاهلي والوداد لقاء مستقر على جميع الاصعده، سواء بالنسبه للعينات اللي تم يعني سحبها من لعيبه الاهلي او من الوداد. ودي الصور اللي حضراتكم شايفينها قدامكم على الشاشه من وصول بعثه الوداد الى القاهره، والجوانب اللي ليها علاقه بحسن الاستقبال والتواجد في مصر دي امور يعني اكيده. نستقبل اخواتنا واشقائنا في المغرب كما استقبلونا بحفاوه كبيره يعني وكالعاده باستقبال محترم جدا جدا، شكرناهم الحقيقه بعد ما شفنا المعامله كانت معامله مميزه جدا جدا ومعامله محترمه تليق بالشعب المغربي، هم اهل اصل، وبالتالي كمان المعامله تكون في مصر مميزه كالعاده. احنا شعب مضياف ونرحب دايما باشقائنا في مختلف الدول العربيه. فرجاني ساسي من مطار القاهره الى تدريب الزمالك استعدادا للرجاء، الحمد لله الراجل بفضل الله وصل مصر، الحمد لله العينه طلعت سلبيه زي ما قلنا امبارح ووصل نادي الزمالك، وان شاء الله باذن الله هو موجود في التدريبات مع الفريق. عينه البعثه بالكامل اهو ده من التواجد داخل غرفه ملابس نادي الزمالك مع نجم طارق حامد، سلبيه عينه بعثه الزمالك قبل مواجهه الرجاء. وباتشيكو مهم قوي ده بقى، جلسه باتشيكو ومشاركه شيكابالا حازم امام، خليني اقول لكم التفاصيل دي. الراجل قعد معاهم واتكلم معاهم قال لهم ان هم شكرهم على ان هم كانوا على قدر المستوى وقدر المسؤوليه انجاز التعبير في مباراه الذهاب، وقال لهم احنا هنصحح بس شويه حاجات ليها علاقه بالامور الفنيه، وقال للاعبين الشوط الاول انتهى هناك بالفوز وفي شوط تاني 90 دقيقه لازم نحسمها هنا. شيكابالا انتظم في التدريبات الجماعيه ده بعد ما تعافى من الاصابه اللي كان بيعاني منها في الركبه. حازم امام الظهير الايمن شارك في التدريبات، وده جانب اهو من قدام حضراتكم على الشاشه من تدريبات نادي الزمالك. الدكتور محمد اسامه رئيس الجهاز الطبي قال ان شيكابالا اصبح جاهز بشكل تام، وكذلك حازم امام بعد ما تم التاكد من يعني سلامتهم تماما. محمود علاء لسه بيخضع للبرنامج التاهيلي بعد الاصابه بجزع في الرباط الخارجي للركبه ووتر العضله الخلفيه، وبالتالي ان شاء الله باذن الله يكون عنده القدره على انه يكون موجود مع الفريق. وزي ما بقول لكم الاستعجال يعني ما هواش دلوقتي الهدف بتاع نادي الزمالك، واخد كلامي ده من التصريح اللي قاله معايا امير مرتضى فيما يتعلق بهذه الجزئيه. وجدد تاني لحضراتكم الاخبار تتوالى، زي ما قلت لكم احنا عندنا خبر هنا خاص بينا انه لجنه الانديه، ده من خلال مصادرنا في الكاف، لجنة الأندية في الاتحاد الإفريقي بتتواصل مع أحمد أحمد وأعضاء المكتب التنفيذي لاتخاذ القرار المناسب المتعلق بتأجيل المباراة من عدمها. على جانب آخر ده بيجي مع تقارير مغربية قالت أنه الاتحاد الإفريقي أخذ القرار أو هياخد القرار أو الموضوع أصبح منتهي، وأنه لقاء الرجاء والزمالك سيتم تأجيله. ودي صحيفة المنتخب المغربية قالت الكاف يؤجل مباراة الزمالك والرجاء في دوري الأبطال، دي المنتخب المغربية. إنما في صحف كمان كتيرة جدا جدا الحقيقة في أكتر من صحيفة البطولة المغربية والمنتخب المغربية وأكتر من صحيفة اتكلمت في هذا الشأن إنه الاتجاه لتأجيل اللقاء، وده طبعا عطفا على ما أصدرته وزارة الصحة المغربية. طيب خليني ايه برضو بعد الفاصل السريع اللي جاي ده كده اتكلم مع حضراتكم في اخبارنا الاوروبيه، اقول لكم نتائج دوري ابطال اوروبا النهارده عامله ازاي، لانه كان في ماتشات كتيره جدا النهارده اتلعبت في دوري الابطال بعد الفاصل السريع اللي جاي. خليكم معانا في جمهور الثالثه. طيب في دوري ابطال اوروبا خليني اقول لكم النتائج الماتشات اللي انتهت النهارده بالكامل. اليوفي فاز على دينامو كييف الاوكراني بهدفين دون مقابل. زينت سان بطرسبرج الروسي خسر من كلوب بروج 1-2. تشيلسي تعادل مع اشبيليه 0-0. من ضمن الاخبار اللي قريتها النهارده انه
كيبا. الحقيقه حارس مرمى تشيلسي خلص على الفرقه مش في المباراه ديت انما بشكل عام، يعني لدرجه ان هم رجعوا بيتر تشيك من منصبه الاداري ولبسوه فانيلا ودخلوه القايمه وهيبقى موجود مع الفريق. انتوا متخيلين كم المعاناه لما يبقى عندك حارس ما هواش قد المسؤوليه؟ الحقيقه برضو انا كنت شايفه يعني كنت شايف برضو انه فكره الاعتماد على كيبا في حد ذاتها فيها مخاطره من حركات الاونطه اللي اتعملت من ايام ما كان ساري موجود مع الفريق. برضو من ضمن الحاجات اللي بيقولك هو بس مش مساله بس عدم الثقه في كيبا، انما الهدف الاساسي من ده ان هم خايفين يحصل اصابات بفيروس كورونا فبرضو يبقى موجود بيتر تشيك. على كل هو يدي لك انطباعات كتيره وكده ماشي وكده ماشي. يعني رين الفرنسي تعادل 1-1 مع كرانسودور الروسي. برشلونه فاز على فرينك فروزي المجري بخمس اهداف مقابل واحد، حاجه كده يعني سهله يعني. لاتسيو فاز على بروسيا دورتموند 3-1، ولايبسج فاز على باشاك شهير بهدفين دون مقابل، واخيرا باريس سان جيرمان خسر 1-2 من مانشستر يونايتد. ريال مدريد بيفقد هازارد 3 اسابيع اخرى وتاكد غيابه عن الكلاسيك. صحيفه ماركا الاسبانيه قدام حضراتكم على الشاشة قال ما بدا للوهلة الأولى أنه إزعاج بسيط في ساقه اليمنى تسبب في استبعاده من مواجهة بلد الوليد في الليجا، لكن حقيقة الأمر أنه هيغيب لما بعد فترة التوقف الدولي المقبلة من 10-18 نوفمبر المقبل، وما يعني أن هازارد سيكمل عاما دون الظهور مع ريال مدريد تقريبا. زيدان علق على الهزيمة من قادش، قال أن الجميع في ريال مدريد يستحق النقد وأنا أولهم، قال كنا نستحق النقد هنشوف مع حضراتكم تقرير. قولوا لي يا شباب بتقولوا ايه. طيب نشوف مع حضراتكم تقرير تقديم النجم كابتن حسام حسن مدير الفني الجديد لنادي الاتحاد السكندري. اتحاد الحياه كان عامل حاجه محترمه النهارده ومؤتمر محترم، كان متواجد فيه الاستاذ محمد مصالحي رئيس النادي، كابتن حسام حسن، كابتن ابراهيم حسن. فتعالوا نشوف مع حضراتكم هذا التقرير وهذا المؤتمر منه الى فاصل، بعدها استقبل ضيف وضيف حضراتكم نجم مصر ومحللنا القدير كابتن وليد صلاح الدين علشان نتكلم في امور فنيه كتير جدا جدا لها علاقه بمباراه بيراميدز النهارده. الاهلي والزمالك هيعملوا ايه في الماتشات اللي جايه؟ بداية أنا حابب أن أشكر طبعا يعني المجهود اللي كان عامله كابتن طلعت يوسف، يعني وبشكره جدا خلال الفترة اللي فاتت عامل مجهود أكثر من رائع، أحد أبناء نادي الاتحاد المخلصين، ولكن دي كانت رؤية بالنسبة له أن هو يعتزل الفترة دي، ولكن ده يعني ده كان قراره، ومع أننا أثنى عليه كذا مرة ولكن هو ده كان قراره نهائي. كان قاله كابتن إيهاب وقاله كابتن مختار وقالوا كابتن طاري وقالوا اسامي كثيره جدا وكلهم طبعا ناس افاضل ناس محترمه، لكن كان انا بعد اعتذار الكابتن طلعت يوسف مباشره، انا كان الكلام ده كان الساعه 6 مساء، الساعه 8:30 عملت اجتماع طارئ المجلس اداره النادي وكل اجتماع اعضاء مجلس اداره كانوا متواجدين، وكان معانا مدير التنفيذي للنادي، واتعرض اسماء ولكن احنا بالاجماع كان في قرار على الموافقه على التواجد الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن. هو تعاقد معانا لمده سنه ولكن قابل للتجديد طول ما حركة مستريح او اللعيب او الجهاز الفني مستريح مع ادارته، ان شاء الله نحاول ان هم يكملوا، ولكن في الاخر دي كانت رغبتهم ان هم يكون سنه ونشوف السنه الثانيه هيكون ايه. النهارده في الجلسه يعني فعلا طرح ان الكابتن حسام عاشور في ناس اتكلموا عليه ان هو يتواجد في نادي الاتحاد في المرحله اللي جايه، ولكن دي هتبقى رؤيه الجهاز الفني الكابتن حسام والكابتن ابراهيم، وهم اللي هيتولوا الملف زي ما انا قلت في المؤتمر الصحفي ان احنا سايبين الملف التعاقد ده بالكامل هو للكابتن ابراهيم حسن والكابتن وليد بدر. من ضمن الاسماء طبعا المطروحه حسام عاشور، ولكن في الاخر هي المفروض توصل لايه وفي الاخر دي تجيب النتيجه. نادي الاتحاد بجماهيره ومجلس ادارته الاستاذ محمد مصالح رسوم الاستاذ محمد مصالح، اعتقد ان اي مدرب اي مدير فني يتمنى ان هو يكون موجود في المنظومه دي، خاصه ان في عناصر نجاح كبيره، ان مجلس اداره عنده طموح، رئيس نادي عنده طموح، الجماهير اللي موجوده جماهير بتعشق نادي الاتحاد وكره القدم. طلبت حسام عاشور يكون متواجد في نادي الاتحاد السكندري؟ كل انا ما طلبتش حد لسه، زي ما انت شايف احنا الوقت ضيق جدا، وكنا بنتكلم مع الاستاذ محمد مصالحي في المطلوب ايه في المرحله اللي جايه والثواني اللي جايه واللي ماشي. طبعا
يعني الله يكون في عوننا ان احنا الوقت ضيق جدا، جايين على مباراه مهمه زي الكاس، زائد ان الموسم لاضم مع بعضه، فولا في فتره اعداد ولا، وفي نفس الوقت المفاوضات مش ليا لوحدي، كل الانديه مفاوضاتها هتبقى سريعه تحت ضغط ان انت بتحاول عايز العناصر اللي انت مهتم بيها، برضو في مفاوضات وفي كلام وفي، فكل الكلام ده في وقت قصير جدا مع مفيش فتره اعداد، يعني مش هتلحق تشوف اللعيبه اللي موجوده واللي انت جايبها ان شاء الله تكون يبقى في انسجام سريع. احنا سعداء الموجودين في نادي الاتحاد، وان شاء الله نتمنى النجاح ونتمنى ان احنا نجتهد ونعمل حاجه كويسه لاسم نادي كبير. وصلنا مع نور السيد بس هو ما ردش ولا ما استجابش للتليفونات، والنائب رئيس النادي استاذ هشام حسن كلمه ما ردش عليه، في الاداريين كلموه، لان احنا اول ما جينا عايزين نلم كل مش نور المنظومه كلها، نبقى قدام عينينا عشان عارفين مين يعني بتشتغل ايه وبتشتغل مع مين يعني. فهو ما ردش، فرده تقريبا ما، او ممكن يكون هو واخد قرار بقى ان يبقاش متواجد، فدي هتبقى ترجع لحته بقى حته تسويقيه ثانيه خالص، فدي دي بقى تبع ان شاء الله تبع النادي ان شاء الله نتكلم فيها بعد كده. وسام عاشور لعيب كبير ولعيب مميز جدا ولعيب محترم وهادي وملتزم ويفيد اي فريق، وخصوصا كمان راجل كابتن النادي الاهلي وكان يقدر يلعب اكتر يعني يكمل في النادي الاهلي، فهو لو في الفكره دي موجوده كلمت مع حسام، لو هي الفكره ان شاء الله مطروحه ان هو يقدر ان هو ان شاء الله يبقى جاهز ويرجع نفسه بشكل كويس، انا بالعكس مرحب بيه، لان هو زي ما بقول لك هيساعدك كتير جدا ويساعد نفسه ان هو عشان ملتزم، فممكن يتفوق ويبقى حاجه كويسه، فلو حصل يتفاوض او حصل كلام معاه وبقى موجود هنبقى سعداء ان هو موجود. أجدد الترحيب بحضراتكم في الجزء الثاني، وضيف حضراتكم أمير الموهوبين كابتن وليد صلاح الدين نجم مصر ونجم النادي الأهلي. كابتن وليد أهلا وسهلا بكم، منور الدنيا حبيبي. يا ايمن أخبارك ايه؟ أنت اللي منور. في كونتراست ألوان جامد قوي ما بين الأحمر وما بين الديكور والشغل عالي. لا والله؟ لا الشياكة اللي أنت لابسها. أخبارك يا كابتن وليد؟ زهقت من البدل بقى. كل يوم استوديو بدلة، فقلت أجي لك كده. قلت بقى نجرب الكاجوال. جرب. عندي كلام كتير جدا عايز اتكلم فيه مع حضرتك، اكيد يخص الجزء الفني المتعلق بلقاء الاهلي والوداد والزمالك والرجاء، وان كنت يعني بشكل كبير كده خلاص احنا بنتكلم على مباراه الزمالك والرجاء واخده طريقها للتاجيل أكيد. بنسبه كبيره جدا اكيد. نروح نشوف تقرير وبعد التقرير نبتدي كلام. يلا بينا. لما بتفرج على فيديوهاتك والاهداف بتاعتك والحاجات الحلوه بتاعتك دي بستمتع حبيبي. اكتر 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 حاجه انت بتحبها لنفسك ايه؟ تتفرج عليها ايه لنفسك؟ لقطات يعني لقطه هدف مثلا معينه انت بتحبها لما بتيجي قدامك يعني. بص في حاجات القديمه القديمه قوي، اول ما طلعت يعني في دايما اللعيب فترات. انا في طبعا ولاد كتير جدا جدا او شباب بقى دلوقتي ما شافوش الجيل بتاعنا خالص. ففي ولد اسمه حسام رونالدو. أيوه. جميل. يعني كل فتره كده الاقيه حاطط لي كده 5 دقائق 7. أيوه. دقائق. ففي حاجات قديمه قوي من ايام لا مش للدرجه دي. ده ايام الشنب. ده في ماتش اعتزال الكابتن الخطيب صح كده؟ كنت كنت متمرن 3 ساعات والكابتن ابراهيم عبد الصمد، وكان عندنا تاني يوم الزمالك. وبعدين الكابتن قال لي يا ابني هو مين اللي بيعتزل، انا ولا انت؟ كنت نايم ساعتها، كنت نمت على الدكه شويه. لا والله. والله غفلت شويه كده. لسه شايف الكابتن النهارده في النادي. جميل زي الفل يعني الحمد لله. صحته كويسه الحمد لله؟ الحمد لله. كنا النهارده كان عندنا ماتش خماسي في النادي.
فريق الشمس ولا فريق الشمس فالتقاء بقى كان الكابتن بيمر مع مجلس الاداره بيتفقد النادي كله الجزيره فالحمد لله كويس صحته كويسه الحمد لله ربنا رب دايما يطمنا عليه كابتن محمود الخطيب من الشخصيات العظيمه اللي بنقدرها جدا طبعًا. جدا طيب نخش بقى في المباراه الاهلي عرف يكسب الوداد ازاي وهل هو قادر انه يعرف يعمل ده تاني طبعا قادر يعمل كده تاني طبعا وقادر يعمل كمان احسن من كده هو الفكره ان الاهلي من بدري سبحان الله حضر كله كويس يعني حتى من اول مستر فايلر خلينا نرجع ورا شويه من اول الموسم الاهلي بادئ قوي والراجل طبعا مدير فني جديد وكله قال لك خليفه جوزيه والفرقه شدت معاه فالاهلي كسب من بدري وكسب حلو ثلاثات واربعات وخمسات في مباراه اسوان والانتاج اربعه وعروض قويه جدا ده حلو كده ده اداله افضليه انه يجمع نقاط النقاط دي فرقت معاه جدا جدا في الاخر حتى لما حصل لك ظروف طارئه رمضان صبحي مشي حسين الشحات عمليه فتاء ما اجايه وقع منك وليد ازار ومشي حتى لما الدنيا فيها مشاكل خلاص انت كنت عامل رصيدك برافو عليك حتى لما جه مستر موسيماني حتى فايلر بعد كورونا بيريح بيعمل روتيشن ناس كتير بتدخل عشان كده الاهلي اجهز فريق في الاربعه الاهلي الفريق الجاهز بدنيا وفنيا اكتر من اي فرقه الزمالك الله يكون في عونه الزمالك يعني بيقاتل وبيحارب ودي طيب. حاجه محترمه جدا عايز افهمها دي منك لانه الزمالك مع كارتيرون كان عمل حاجه كلنا اشدنا بيها بدا يطلع لعيبه صغيرين صح. ويدفع بيهم في الماتشات ويهتم بالحتت ديت صح. مش ده من المفترض انه كان يريح اكتر لعيبه الزمالك ويديهم مخزون بدني عالي المشكله ان الزمالك بيحارب على كذا جبهه ده حقيقي هو عمل كده لقطات لقطات هو اسامه فيصل او حسام اشرف لعبوا امتى لعبوا وقت قليل خد مباراة من اول مباراة نادي مصر وبعدين دخل على مباراة الاهلي ادى لمس كده لا ده اسامة فيصل اسامة لعب 3 دقايق اللي جاب فيهم الجون في هي الفكرة ان انت بتلعب بعدد مش كبير خلينا نبقى امنا تيم نادي الزمالك هو 13 14 لعيب خلينا نقول ان الفرقة الاساسية اللي هو حازم امام محمود علاء الونش عبد الشافي طارق حامد وفرجاني زيزو واوباما وبن شرقي ومصطفى محمد يدخل بقى عبد الله جمعه ماشي دخل احمد عيد كويس محمد عبد الغني هتلاقي الثلاثه اربعه هم اللي بيدوروا بعد الاساسيين ماشي الفكره ان الزمالك لما بيحارب في كذا جهه بدا يفقد نقاط وبدا يتعصب العصبيه دي مدخلاه مباراه حرس الحدود بص عامل ازاي عامل جهد رهيب لما بيقع منك حد زي ساسي ولا بن شرقي الفريق بيتاثر فعشان كده طبعا الرجاء والوداد الله يكون في عونهم لا هم بدنين اقل بكتير من الزمالك لا هم يعني لعبوا ماتشات كتير ماراثون ماراثون لنهائي الدوري المغربي والناس يعني اصابات وكورونا ولغايه اخر لحظه هم بيقاتلوا فالفرقتين دول بدنيا منهكين الزمالك المفروض يجي بعديهم ف يعني تحيه برضو لتيم نادي الزمالك انه قدر يكسب الرجاء هناك مساله صعبه جدا والرجاء كمان قوي يعني جدا والزمالك قوي. كمان غايب منه لعيبه مؤثره فرجاني وحازم وعلاء انت بتتكلم في ثلاثه من اصل اربعه في خط يعني انت بتتكلم في غياب حازم امام ومحمود علاء وعبد الشافي ثلاثه من اصل اربعه لكن الزمالك لازم برضو تحيه لجروس جروس علم نادي الزمالك يدافع ازاي جروس ولا كارتيرون لا جروس من السنه اللي فاتت تقصدها يعني من السنه اللي فاتت بتاعت الكونفدراليه أيه. لو تفتكر فاكر نهائي الكونفدراليه فاكر نادي الزمالك بقى يعمل باركنج على ال 18 ويدافع ويسيبك تنقل يسيبك تنقل وعنده مواهب قدام بقى ممكن والسرعات بيستغلها بن شرقي يعني. يخلص مصطفى محمد يخلص اوباما يخلص يعني تيم نادي الزمالك وعشان كده هو قوي جدا في المواجهات الكبيره يعني قدام الترجي قدام الاهلي قدام الرجاء تلاقي تيم نادي الزمالك حاضر المشكله عنده مع الفرق الصغيره الفرق الصغيره هي راكنه وبتلعب زون ديفنس فبن شرقي مش عارف يتحرك اوباما مش لاقي مساحات زيزو يعني المساله صعبه شويه لكن تيم النادي الاهلي الاجهز بدنيا الاجهز فنيا وانت مغمض بتقول التشكيل حتى التبديلات معروفه حتى لما حد بيخرج من التيم الاساسي
باستثناء مركز او اتنين ما بتلاقيش فيه مشكله. بس الاهلي برضو تضرر من مجموعه اصابات في قلب الدفاع كتير وكله رجع في التوقيت المناسب. يعني بص مباراه الوداد الشناوي رجع، مين كان علي معلول رجع بقوه، مين تاني؟ كهربا، ايمن اشرف، كهربا ايمن اشرف رجع بقوه، ما فيش حسين الشحات بعد العمليه، بص سبحان الله خد التدرج وبقى في مباراه الوداد 90 دقيقه. فمين من النادي الاهلي ناقص غير كهربا؟ وكهربا اصلا ما كانش متواجد بصفه اساسيه عشان العشر مباريات الوقف وبحكم ان هو كان غايب. كمان رامي ربيعه على صعيد بس ومتولي. في الاخر انت مثلا ياسر ابراهيم وايمن اشرف خلاص ماشي امورهم كويسه وتمام. لو موجود متولي وايمن ماشي، لو هو المشكله لو كان غايب ناس من الخط ده زي نادي الزمالك. يعني تخيل لو معلول غايب، تخيل لو محمد هاني غايب، هتبقى في مشكله. ممكن تتدخل محمد هاني جوه وبعدين تلعب احمد فتحي باك رايت، ولو علي معلول في حاجه تجيب احمد فتحي باك ليفت، دي اللخبطه. لكن النادي الاهلي سبحان الله حاضر في توقيتات كويسه قوي، الفرقه كلها وصلت لمباراه الوداد. ودي برضو كلمه من الكلام اللي اما احنا اتكلمنا في الاستوديو، معرفش برضو الناس على السوشيال ميديا يعني تفكيراتها بتيجي ازاي. يعني يقول لك انت بتشرح لهم النادي الاهلي بيلعب ازاي، انت كده بينت طريقه اللعب. انا والله العظيم بستغرب، وتلاقي هجوم. والله العظيم بستغرب. يعني احنا بقينا في 2020 الفرق كلها ما يعني ما فيش، يعني ها مثلا فرقه الوداد دي قليله الحيله مثلا ما عندهاش محلل اداء، لا او ما بتفرجوش. ما انا بقول لك قليله الحيله، ما عندهاش محلل اداء هيجيب كل ماتشات النادي الاهلي من ساعه ما لعب في من 20 سنه ويقعد يحللها ماتش ورا الثاني. وحتى التشكيل مثلا لا حول ولا قوه الا بالله، كابتن سيف زاهر بيقول لي التشكيل اقول له التشكيل كل يعني قلت التشكيل بالظبط ما عدا بادجي بدل مرة، يقول لك انت بتكشف اسرار، انت هتقول لهم مين اللي هيلعب كمان يا جماعه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، حاجه غريبه جدا. ده شغلنا وانتوا فاكرين العالم كله مفتوح. بس هي الفكره عايز اوصل للناس حاجه يا جماعه، كل الفرق شايفه بعض، بس الفكره حالتك يوم المباراه. هو احنا مش عارفين اسماعيل الحدادي ومش عارفين بديع اوك ومش عارفين النقاش ومش عارفين ده ابراهيم النقاش ده بيلعب من 7-8 سنين، هو نفس الدخله وهو نفس الانقضاض، كل الدنيا كتاب مفتوح. بس انت حالتك هو اكبر لعيب على فكره في دوري ابطال افريقيا سنة طبعا. بس انت حالتك يوم المباراه عامله ازاي، والتكتيك اللي انت بتلعب بيه، وشخصيتك جوه الملعب. طبعا يعني كل الناس اتفقت خلاص ان شخصيه النادي الاهلي واضحه جدا في المغرب، باين قوي الضغط بطول الملعب، باين جدا ان مستر موسيماني بيحضر كره من تحت من عند الشناوي، ودي حاجه رائعه. اللعب بقى اسرع، الاهلي ما بقاش بيخاف لما تضغط عليه. أيوه. يعني الناس عندها سرعه كمان. تيم من النادي الاهلي اسرع رتم في الاربعه، اداؤه بقى سريع بقى كله. بقى. يعني هو ما كانش كده الحقيقه. لا خالص. التحول ده حصل برضو مع التاتشات بتاعت الراجل ده. طبعا مليون في المية. ما هو انت في الاخر انت كمدرب الكره بقت كتير كمان على الارض يا كابتن وليد، وده طبعا من خلال شغل الواحد في الملعب كتير. يعني انا لما اشتغلت مع كابتن مختار في الاتحاد، واشتغلت مع كابتن محمد عمر في منتخب مصر، واشتغلت مع كابتن حلمي طولان في الاتحاد تاني، يعني اما بتنزل الملعب لا، اللعيب عايز يعمل اللي المدرب بيقوله عشان يلعب. صح، انت فاهم؟ صح. انت يجي لك مدرب انت مثلا راس حربه يقول لك بص مش عايزك تقرب خالص، الباك رايت جاي حضرتك تاخد البعيده ماشي ولا مش هتلعب؟ تبص تلاقي الراس حربه ده كل حد جاي من اليمين هو ايه بيفتح المساحة. عشان يوسع مساحه يجي مدرب تاني بعديه، ودي مشكله تغيير مدربين كتير. يقول له انت جوه 18 يقول له يا بيه الباك رايت جاي حضرتك تقرب عشان يعمل معاك دبل باص. يا بيه انا عايزك كل كره تقرب علشان افتح حاضر افتح الباب ولا اقفله بالظبط. فيجي الراجل اللي كان بيلعب نص الموسم على البعيده يجي يقرب ده كوره. فانت لازم تعرف ان اللعيب روحه الملعب انه ينفذ تعليمات المدرب. صح. فانا النهارده بقول لك اضغط، هتضغط مروان هيضغط. بص المنظر ادي، ارجع معلش ارجع بالصوره اللي قبلها، ارجع بالصوره الاولانيه من امتى اللي قبلها الفريم اللي قبله من امتى، بس من امتى كان قفشه بيجي في الحته دي. هو قفشه دايما كان مروان يبقى هنا وقفشه عند تحتيه في نص الملعب. لكن انا لما اقول لك اضغط يبقى انت بتنفذ عشان تلعب. فهنا بتضغط، ادي شخصيه من شخصيات النادي الاهلي المفقوده.
كانت زمان صحيح. ايام تريكا بقى وعماد صحيح. متعب وفلافيو وضغط بطول الملعب. شخصيه تانية تحضير الهجمه. انت برضو احنا جالنا فترات كتير جدا لمسه وتانية هوب يعمل شعلقه. ما كانش فيه ان انت تبقى مش خايف والشناوي يحطها لايمن اشرف جوه ال 18 وايمن يحضر لديانج وديانج يلف للسوليه. القصه ما كانتش كده. فدي بصمات مدرب واللعيبه بتنفذ اللي مطلوب منها. صدقني وده يبين لك ان احنا احسن فرق في افريقيا الاهلي والزمالك. انا اتمنى ان الناس يعني نشوف بعض زي ما الناس شايفانا. الناس بتتكلم علينا احسن كلام في الدنيا. الناس بره تقول لك الاهلي والزمالك دول ملوك افريقيا واحنا تقطيع ما بعده تقطيع. ده حقيقي. يعني طلعت قلت ديانج والسوليه احسن ثنائي ديفندرات في افريقيا. كميه هجوم برضو ليه وفين طارق حامد وفين طارق حامد وساسي كانوا السنه اللي فاتت. السنه دي مش متواجدين حتى مع بعض. ايوه بعيد عن بعض. الثنائيه مش قادره تكتمل لان يعني باصابات بتعداد باداء فني حاجات وبعدين كده. وبعدين تلاقي ناس بتدخل تقطع في بعض. يا جماعه ده احنا احسن فرقتين في افريقيا. ده يعني ان شاء الله باذن الله النهائي يبقى مصري يا رب. وان شاء الله بيراميدز نتمنى له التوفيق ونبقى واخدين دوري ابطال افريقيا واخدين الكونفدراليه تبقى حاجه عظمه قوي. لا وهنقطع في بعض. يعني انت عارف انت لو الاهلي والزمالك وصلوا نهائي دول جمهور الاهلي هيقول للزمالك ما عندكوش فكره وجمهور الزمالك هيقول للاهلي ما عندكوش فكره واحنا عايزين نطلع بره القصه دي. صح. يعني نفسنا نشوف نفسنا زي ما الناس شايفانا. مش ممكن تكون الناس شايفانا بالاحترام ده وبالتقدير ده وبالكبر ده واحنا عاملين في بعض كده. عندك حق. طيب نروح لفصل وبعد فصل نرجع نكمل كلامنا مع الكابتن وليد صلاح الدين. كلام محترم الحقيقه يعني. طيب شرحنا او حضرتك شرحت بتفصيل الاهلي يقدر يتعامل ازاي مع مباراه الوداد. هل فكره المقارنه ما بين الوداد والرجاء على طول الخط انه الوداد اقل من الرجاء فنيا ولذلك مباراه الزمالك اصعب من مباراه الاهلي ممكن الانطباع ده يجي بالعكس؟ تبص للوداد فريق قوي جدا جدا اللي معمول حسابه على ان هو اقل من النادي الاهلي تلاقيه بيفاجئ النادي الاهلي. بص انت في دور ما ينفعش فيه الكلام ده. يستحيل اربع فرق يوصلوا للمربع الذهبي وتقدر تقلل من حد. هو الوداد والرجاء مستواهم اعلى من كده اصلا. لكن هم نظرا لظروف معينه سواء انهاك بدني غيابات كورونا كل دي اسباب خلتهم يظهروا بشكل مش كويس. لكن انا يستحيل اوصل لقبل نهائي افريقيا واي حاجه تقللني زي بالظبط الحاجات اللي طالعه يقعد يقول لك لازم لعيبه الاهلي تتعامل بجديه وهو يا جماعه ما الكلام ده خلاص بطل من زمان. هو اللعيبه هتنزل قبل نهائي افريقيا مش بجديه؟ لعيبه ده لعيبه محترفه. فالكلام ده خلاص زي بالظبط فكره انت بتشرح الاهلي بيلعب ازاي. الكلام ده بطل والله بطل. ما يعني ما فيش الكلام ده خالص. وكل النصايح اللي طالعه دلوقتي يقول لك اوعوا تنزلوا مستهترين والعبوا بجديه وسيبكوا اكن المباراه كانت تعادل. عارف ليه؟ عارف ليه يا كابتن وليد؟ لانه الثقافه بتاعتنا جرت العاده فيها على انه لما بتحصل لا قدر الله اي هزيمه الناس لازم تدور على سبب تحط الهزيمه دي عليه. فاول حاجه هم الناس متعوده على طول في الباك جراوند انه ايه الاعلام عمل ايه؟ هول من مكسب الاهلي وهول من مكسب زي انتوا اللي عملتوا كده في اللعيبه. فلما تحصل اي نتيجه يقول لك ايه؟ ايوه اصل انتوا الاعلام. فغصب عن الاعلامي او غصب عن الراجل الموجود لازم يقول ايه؟ يقول الجمله كلها ولازم الحته بتاعت ايه؟ يا جماعه خدوا بالكم انه لسه في شوط تاني موجود هنا في مصر. مع ان اللعيبه عارفه انه في شوط تاني. لا واللعيبه في حته تانيه خالص. حته تانيه بالظبط زي يقول لك ايه؟ ما تصيطش في مصطفى محمد لسه صغير ولسه يا عم لسه صغير ايه انت؟ الكلام ده كان قديم قوي. ده الراجل بيتفرج على اوروبا وشايف اللعيبه الصغيره وشايف هو فين وعارف مستواه فين وعارف ان هو المفروض يروح فين. مفيش الكلام ده خلاص بطل. فالناس بتتعامل فيضغطوك ويضغطوا مش عارف انت غصب عنك هتلاقي نفسك تقول كلام اصلا هو كلام دباجه عاديه. دباجة. اللعيبه عارفه كويس قوي فاهماه ان هو يعني يا جماعه انت بتتكلم في ايه يعني كلام قديم. والناس لازم تفهم ان يا جماعه مفيش حاجه اسمها ثبات في الكوره على طول. يعني نفس مباراه الاهلي والوداد لو الاهلي نزل وحاله اللعيبه يوم المباراه مش كويسه وبيعملوا اخطاء وحاله لعيبه الوداد بقت كويسه
الشكل هيتغير. ده مش معناه ان لعيبه الاهلي داخله المباراه مقصره او داخله المباراه متعاليه، الكلام ده مش موجود في الكوره. طب عايز اسالك في تفصيله كده مهمه، بما انك كنت لعيب كره جامد من اللعيبه الحريفه يعني، وبما انك كمان اشتغلت وقريب من الملعب كمدير كوره، في فرق بتبقى زي ما حضرتك ما بتقول كده امكانياتها كبيره جدا جدا تنزل المباراه مش يومها، ايه امكانيه ان انا الحق الم نفسي، ايه امكانيه ان انا الحق اجيب نفسي في المباراه، وفي فرق بتلحق وفي فرق هربت منها؟ هي مبدئيا في يعني فيها استحاله انك ترجع، فيها استحاله هربت منك صعبه جدا، عايزه قدرات خاصه وعايزه ال11 يبقوا يعني مرتبطين ببعض بشكل كبير جدا، لكن كوره عودتنا لو هربت منك فيها استحاله ان انت تجيبها تاني. يعني انا جربنا الكلام ده على المستوى الشخصي وياما نزلنا مباريات بشكل او باخر هربت منك. انت بقى كنت نازل فاكك، انت ممكن مش مركز، انت مش نايم كويس، ما حضرتش للمباراه كويس، ما اتمرنتش كويس، عايز تلحق نفسك جوه المباراه فيها استحاله. وده حصل يعني، بصوا برشلونه 8 المانيا والبرازيل 6 ولا 7 انت الفرق الكبيره عشان تجيب نفسها تاني صعب جدا. حتى اللعيب نفسه جوه المباراه، جوه المباراه صعب جدا انه يجيب نفسه. شوف بقى مهما كان لعيب كبير، حتى انت تستغرب تقول مثلا يعني النهارده يعني مثلا في مباراه الاهلي وبيراميدز مثلا عبد الله السعيد انا شايف انه كان اوحش لعيب في الملعب مثلا، يقعد الوقت شغال هو عايز يجيب نفسه مش عارف وعمال يباصي غلط وتحاول مش عارف، يعني بتبقى عايزه عوامل كتير قوي. وده بيحصل للعيبه كبيره وما فيهاش مشكله، بس هو الخوف ان يكون اليوم ده يوم صعب عليك، ماتش نهائي، ماتش بتاع صعب. انا جربته كده وجربته كده، جربته في الحلو وجربته في الوحش، يعني جربته في الحلو مثلا في مباراه الاهلي والزمالك 6-1 طبعا جربته، يعني لعيبه الزمالك خلاص مش شايفين يعني، عارف انت عايزين يجيبوا نفسهم مش شايفين، خلاص هربت. وجربته في الوحش يوم مباراه انبي الاهلي وانبي اللي ضيعت مننا الدوري، ايوه ده انا مشيت عليه بعد ما اني ما لعبتش الماتش بس مشيت، كان في خناقه اني ما لعبتش الماتش بس مشيت. لا الفرقه مش شايفه ولو قعدت 3 ايام مش هتجيب جول، خلاص هربت. كنا محضرين تحضير تاني تحضير البطولة، ورايحين نحتفل والدنيا نزلت الماتش مفيش، خلاص مضلمة، اللعيبة عايزة تحاول بس مش هتعرف، وبعدين ساعات مثلا تحاول تجري كتير مفيش خلاص قفل. طيب الزمالك هيعمل ايه مع الرجاء؟ كده احنا بنتكلم تقريبا المباراة في اتجاهها للتأجيل. الاخبار اللي طالعة التقارير كلها متواترة، يوم 27 ممكن يبقى التأجيل، طب التأجيل يبقى 30، طب 31، في اخبار تانية يقولك لا الكاف هيرفض في الاخر لانه هيرجع للمسطرة بتاعته اللي شغال عليها، هيعتبر الرجاء منسحب والمباراة دي لو كده هيقولك انا ماليش دعوة متعملش بالقصة ديت، يعني كلام كتير جدا جدا. خلينا نتعامل على انه المباراة هتتلعب سواء في ميعادها او مؤجلة، الزمالك هيتعامل معها ازاي؟ مباراة الزمالك صعبة، ولان فرقة الرجاء لو رجع ليها الثمان لعيبة الاساسيين او التسعة النهاردة تقريبا 9 حالات كورونا، فرقة تقيلة وعندها سرعات، لازم الزمالك يتعامل معاها بتركيز شديد وممكن حتى نادي الزمالك بقى موهوب، فريق موهوب في التعامل مع الفرق الكبيرة، فيقدر كويس قوي يدافع نص ملعب، مش لازم يضغط بطول الملعب، عندهم سرعات كبيرة. الزمالك ممكن يلعب بنفس الطريقة المعتادة اللي لعب فيها مع الترجي، اللي لعب فيها مع الأهلي، اللي لعب فيها مع الرجاء هناك، ان انا بقفل الملعب كويس قوي، بلعب اكاد اكون بلعب 4-5-1 في الحاله الدفاعيه، واول ما بقطع الكوره عندي اشرف بن شرقي، عندي زيزو، عندي اوباما، عندي مصطفى محمد، يعني ان شاء الله نادي الزمالك قادر باذن الله انه يعدي، بس مباراه اصعب من مباراه الاهلي والوداد. اصعب صحيح. رايك في اداء بيراميدز النهارده وفوزه على حريه كوناكري ووصوله لنهائي يوم 25 هيلعب ان شاء الله باذن الله نهض بركان؟ بص اداء فني وحش، كانوا وحشين يعني، بيراميدز ضارب غطس اهو، ده بقى زي المقوله اللي انت بتقول عليها، عارف انت فرقه واقعه، الفرقه في الفتره دي لا مش ده بيراميدز خالص. اولا في بطء شديد جدا جدا في تحضير الهجمه، خط الدفاع
يعني في بطء شديد. ومع ذلك بيراميدز برضو سمة الفرق الكبيرة ان انا اكسب وانا وحش. ايوه النهاردة بيراميدز بيعاني مع فرقة يعني مش عايز اقول لك النهاردة يعني فرقة قليلة الحيلة يعني حريتك حاجات غريبة يعني الفرقة دي ما تلعبش درجة ثالثة. بس معذورين بس معذورين عندهم تسعة خلينا نقول برضو ان هم معذورين عندهم تسعة. ده الهدف الاول لابراهيم حسن. عملها عمر جابر بشكل كويس قوي. يعني انا ما اتفرجتش الحقيقه عشان ما ابقاش يعني كذاب ما اتفرجتش. لا انا اسف بقول لك انا ما اتفرجتش على حريه كوناكري في ماتشات قبل كده. لكن انا اتفرجت على المباراه. لا ما يعني لا ما اتفرجت لهمش على ماتشات. بس هم اكيد برضو زي المسطر على نفس طالما وصل للمرحله دي اكيد هو فريق كويس. بس يا كابتن قاعد لهم على دكه البدايه اتنين حراس واحد. ما انا بتفق معاك. بص انا بتفق معاك مليون في الميه ان هم احنا خلينا في اداء بيراميدز. لا اداء بيراميدز لازم يعلى عن كده. نهضه بركان لا مختلفين. انا اتفرجت عليهم امبارح مع حسنيت غدير. لا الموضوع مختلف. هو ربنا بس يكرم عبد الله السعيد بوحدايتين زي دول كده. عبد الله انا شايف ان هو يعني بيمر بمرحله. عبد الله خد بالك دخل على 36 سنه جاب هدف عالمي وده يعني ده الطبيعي بتاع عبد الله. بس هي الفكره طول المباراه لا عبد الله محتاج كمان مش لازم يلعب كل الوقت مش لازم يلعب كل المباريات. انا هنا الذكاء بتاع اللاعب وبتاع المدرب. كان مصاب يا كابتن وليد ما حلو بس رجع بقاله فتره كبيره جدا. يعني بقاله فتره كبيره ده لعب اكتر من 7-8 ماتشات بعد الاصابه. بس هي الفكره ان شاء الله باذن الله يرجع لمستواه. بس هي الفكره 36 سنه وبتلعب رقم 10 كلها ترنات وكلها رشاقه ومرونه وناس ضغطه في كل حته. انا شايف انه عبد الله بالاتفاق مع المدير الفني ايا كان مستر انتي او لو جه كابتن ايهاب جلال او واتيفر يعني مين اللي هيمسك بيراميدز لازم يكون ليه ترتيب مختلف. مختلف لان انا عايز احافظ عليه وعايز اديله اطول فتره يبقى فيها استمراريه. انا ممكن عبد الله ينزل في الدقيقه 60 يكسر الدنيا زي ما انت كنت نص ساعه زي ما كان يعني زي ما ناس كتير قوي ما مش يعني لعيبه كتير جدا في سن معين انت بتلعب بخبرتك. مش لازم ان انت حتى لو نجم الفريق مش لازم تاخد من اول المباراه الاخيره. ده هيستنزفك وممكن ما تطلعش بالمردود صحيح. اللي الناس متعوده عليه. صحيح. نروح لفصل وبعد الفصل نرجع على السبوره. يلا جاهز؟ جاهز. يلا بينا. وصلنا مع حضراتكم للجزء الاخير من جمهور الثالثه. كابتن وليد صلاح الدين هيخش معانا في المفرمه. لا والله جاهز. صبوره ده حاجات صعبه قوي. مش يعني مش سهل. في احراج. ماشي يلا خش الشغل الاول. ربنا يستر. طب يلا بينا. أخشى من ريمونتادا الفرق المغربية أمام الأهلي والزمالك. نعم أم لا؟ نعم. موسيماني قادر على تحقيق إنجازات مانويل جوزيه في الأهلي. نعم أم لا؟ إذا تم التدعيم. نعم إذا تم التدعيم. إذا تم التدعيم يبقى نعم. أفضل ضم مهاجم أجنبي جديد على حساب بادجي في الأهلي. نعم أم لا؟ نعم. مصطفى محمد مهاجم مصر الأول في الفترة الحالية. مليون نعم طبعا. أنصح حسام عاشور باللعب لنادي جماهيري. نعم. نادي إيه جماهيري من إن شاء الله في الاتحاد. إن شاء الله الاتحاد السكندري. إن شاء الله. إن شاء الله لبعض. إبراهيم سعيد قام بالاشتباك بعد إحدى المباريات في حافلة فريق الأهلي معك. نعم لا لا في الـ لا ابراهيم اليوم ده في الملعب لما اطردنا احنا الاثنين. بس اليوم ده اتخانق مع حسام غالي بين الشوطين واتخانق في الاتوبيس ويعني ابراهيم. بس هو كان يوميها برضو اوت اوف كنترول يعني. لكن حصل اللي بعده. حسام حسن كان يعاتبني دائما حينما اصنع الاهداف لمحمد رمضان. نعم لا ده كابتن حسام بيعشق انه يجيب اجوان. فكان عندنا كده في توقيت يعني
كابتن محمد رمضان والكابتن ايمن شوقي والكابتن حسام حسن كلهم هدافين فكان صعوبه بالنسبه لنا. كل ما اعمل جون لكابتن رمضان يجي كابتن عزيز انت ما بتحبنيش, اقول له ليه يا بابان ما احبكش ليه, قلت اقول له عاد ادي له جون يرجع الكابتن ايمن شوقي وانا ما فيش حاجه. انت بتوصل اي حد للجون كنا زمان طبعا, بس دلع دي عايزه تتشاف, دي عايزه تتشاف. يعني اجيب لك انا الكم اسيست لو كان تعمل حلقه على الاسيست لو كان في الايام دي. لا تصيد تاني. تصيد تاني. اللي بعده بيراميدز يستطيع حصد لقب الكونفدراليه على حساب نهضه بركان. نعم ان شاء الله. نعم ان شاء الله. فرصه صالح جمعه الحاليه الاخيره له في الاهلي مع موسيماني. نعم نعم. باتشيكو قادر على تتويج بدوري الابطال مع الزمالك هذا الموسم. نعم ام لا؟ طبعا قادر طبعا على التتويج طبعا. نعم, بس ان شاء الله باذن الله الاهلي اللي ياخدها ان شاء الله. اللي بعده الاختيارات. مدرب اهلاوي كنت بتتمنى التدريب تحت قيادته, حسام البدري ولا حسام حسن ولا عماد النحاس؟ حسام حسن. حسام حسن. افضل فريق يمتلك لاعبين في مصر, الاهلي ولا الزمالك ولا بيراميدز؟ الاهلي. الأقرب للتتويج بدوري الأبطال أهلي زمالك فريق مغربي؟ هي بين الأهلي والزمالك, صعبة بين الأهلي والزمالك لأن المباراة دي إن شاء الله النهائي يبقى الأهلي والزمالك, مباراة ملهاش أي حسابات يستحيل. فرقتين كويسين قوي وأقوية قوي. الأهلي بصراحة أجهز بدنيا وفنيا, بس في الآخر الزمالك فرقة كبيرة ممكن تخطف في أي لحظة. اللي بعده افضل لاعب في الاهلي حاليا الشناوي معلول السوليه. الشناوي. الاكثر تاثيرا عندما يغيب عن الزمالك, طارق حامد ولا فرجاني ولا بن شرقي؟ صعبه دي قوي. صعبه قوي. فرجاني. فرجاني. لاعب من هؤلاء لا غنى عنه في المنتخب, السعيد فتحي النني. ولا واحد. ولا واحد. ممكن التلاتة. ممكن التلاتة تستغنى عنهم دلوقتي يعني. الاول طبعا من سنين كان احمد فتحي حاجه جامده وعبد الله السعيد في فترات, لكن دلوقتي في الوقت الحالي ممكن التلاتة ما يلعبوش اساسي في منتخب مصر. اللي بعده شارط قيادة المنتخب تكون بالايه؟ الأقدمية, النجومية, رؤية المدير الفني. رقم واحد الأقدمية. لو تساوت مفيش حد كبير يعني في الحالة اللي احنا فيها دلوقتي. أحمد فتحي لو راح كابتن المنتخب, وليد سليمان لو راح كابتن المنتخب, شيكابالا لو راح كابتن المنتخب, لكن لو تساوت الكبار طلعوا وبقى صلاح وحجازي والنني والمجموعة اللي هي سنها واحد, ممكن في الحالة دي ما خدش اللي قبل لعيب تاني بمباراة. يعني أنا عارف حجازي لعب قبل صلاح بمباراة. لا, في الحالة دي لو سننا كلنا قريب من بعض صلاح. اللي بعد أفضل حارس لمنتخب مصر مين؟ شناوي أبو جبل؟ شناوي. شناوي. ده كان اخر سؤال. بسيطه يا عم, طلعت سهله, مفيش حاجه محرجه خالص. انا كنت فاكر في اسئله صعبه. لا لا, ده كل مين اللي بيحبني؟ عبد الباسط حبيبي. عبد الحمد لله. كابتن وليد حضرتك شرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك, ودايما بنفخر بيك ودايما بنسعد. ربنا يكرمك, انت دايما متالق حبيبي يا كابتن. انت عارف انا يعني بحب جدا ان اكون معاك. ربنا يخليك, وما شاء الله مكسر الدنيا. ربنا يكرمك. ربنا يبارك في عمرك. ما تحرمش منك كابتن وليد صراحه, نجم مصر ومحللنا الكروي الجامد, كان ضيف حضراتكم النهارده. بشكركم شكرا جزيلا. حلقتنا خلصت, نشوفكم بكره ان شاء الله باذن الله. تصبحوا على الف خير. السلام عليكم.